مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقائنا مع حضراتكم بيتجدد من خلال حلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة، وأيضا نجدد الترحيب بضيفنا الكريم وهذا اللقاء الأسبوعي، هذا اللقاء الدوري مساء يوم الأحد من كل أسبوع مع ناقدنا الرياضي الكبير والإعلامي الكبير الأستاذ إبراهيم حجازي. مساء الخير يا أستاذ إبراهيم وأهلا بحضرتك. مساء الخير. في البداية لابد أن نهنئ جماهيرنا مشاهدي القناة في كل مكان بهذا الفوز وهذه المحطة الفارقة أو النقطة الفارقة. إن شاء الله تتذكروا أن هذا الفوز وسيناريو المباراة اللي قدر نجومنا يغيروه لصالحهم، مباراة الجونة اللي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، اليوم إن شاء الله تكون من المحطات الفارقة والنقاط المؤثرة جدا والفارقة في مشوارنا نحو الحصول على بطولة ولقب الدوري العام إن شاء الله. خلونا نبدأ بأنه دي أول مرة بلتقي مع حضراتكم أنا وضيفي الكريم الأستاذ إبراهيم حجازي بعد ما فقدت أسرة الإعلام الرياضي وفقدت عائلة الأهلي فجر يوم الثلاثاء الماضي ناقدنا الرياضي الكبير ورئيس قناة الأهلي، وطبعا هذا الإنسان الخلوق والناقد الرياضي طبعا المحترم والمحبوب منا جميعا وفقدته بالتأكيد، والكل يعرف قيمة وإسهامات ومكانة هذا الراحل الكبير الأستاذ خالد توحيد ومكانته في قلوبنا جميعا. ولأول مرة بنلتقي على الشاشة مع حضراتكم بعد وفاة الأستاذ خالد توحيد. أستاذ إبراهيم، لا يمكن أن نبدأ هذا الحوار إلا لما نسمع بعض الكلمات من حضرتك وما تود أن تتطرق إليه والعناوين الرئيسية التي ارتبطت دائما أبدا بشخصية وبعمل وطبيعة عمل وملامح عمل الراحل الكبير الأستاذ خالد توحيد. عايز أقول ربنا يرحمه ويصبر أسرته وزوجته وأولاده الحقيقة. ولو إحنا عايزين نتكلم، أنا أي كلام هتكلم فيه عن خالد، أنا بيهتيالي اليوم اللي دخل فيه المستشفى، يعني كل الحدوتة الساعات اللي هي ما كملتش 24 ساعة، احنا بنتكلم على 20 ساعة من ساعة ما جاله الكومة اللي جات له وهو بيصلي. وأنا بعتقد إن الإنسان اللي يقابل ربنا وهو ساجد، يعني هو ما قامش من الكومة ديت، بعتقد دي إشارة من السماء قد إيه البني آدم ده كويس. إنما دعني أقول لك من في المستشفى، ويعني والعدد الهائل اللي قاعد لغايه كان مثلا قاعد لغايه الساعه 1 بالليل و2 بالليل موجودين في المستشفى، هو فاقد الوعي وقاعدين تحت في مستشفى المعلمين، والحقيقه في الجنازه او في العزاء اللي يتشاف ده تقدر تعرف، يعني بالظبط تقدر تعرف انت خالد توحيد ايه، وتقدر تعرف الانسان ده ايه من تقدير الناس ليه وحزن الناس عليه. انا تزاملت، يعني أنا بحكم الأهرام الرياضي طلعت في يناير 90 وولودي كرئيس تحرير فيها 19 سنة على التوالي، وخالد يمكن كان من الدفعة اللي دخلت بعد كده خالد توحيد، قعدنا مع بعض سنين طويلة جدا. أسرة الأهرام الرياضي احنا بنسمع حضرتك طبعا شايفين على الشاشة لقطات من الجنازة، أنا عايز أقول المشاعر بتاعت الناس في الجنازة في جامع مصطفى محمود وفي الدفن وفي العزاء والكلام ده كله، المشهد ده يبين لك الانطباع ايه، مين خالد توحيد تقدر تعرفه من المشهد ده، والمشهد ده اكبر من اي حاجه، من اي حاجه تقدر تتكلم فيها عن انسان. الانسان لما يبقى صريح وصادق وعلى خلق ولسانه عفيف وامور يعني امور كثيره جدا لما يبقى الانسان فيها راقي على المستوى الانساني، فهو هو ده المفترض ان احنا نبقى كلنا فيه، ان احنا نبقى عندنا حلم، نبقى احنا عندنا قدره على الحوار، يبقى اننا صادقين، ان انا ابقى صادق في اي حاجه بقولها. كل الحاجات دي كلها ما بتضيعش على فكره، انت بتتشاف انت في حاجه زي دي كده بتقدر تعرف الانسان ده ايه موقعه ايه على الخريطه بتاعت في حب الناس وكلام. المؤكد يعني انا حتى بعزي اسره الاهرام الرياضي والاستاذ محمد شبان رئيس تحرير وكل الزملاء اللي موجودين هناك بعزيهم، لان الاهرام الرياضي كلها قد ايه عدد قليل جدا طبعا. انما في الاول وفي الاخر الانسان زي ما بيقولوا سيره، وانا المشهد ده درس ورساله لاي حد. يا عم محدش عارف هيموت امتى، يا سيدي كل واحد يبقى مش عارف الخطوه بتاعته الاولانيه في خطوه تانيه ولا لا، خلي بالك انك تعمل ده، انك انت تعمل ما يرضي الله، تقرب الى الله قدر ما استطعت. هو مش تقرب، انت مش مطلوب، هو المطلوب مننا ايه، هو المطلوب مننا ايه، ان احنا ما ناذيش، ما نكذبش، ما نغلش، ما نعملش، هو ده اللي مطلوب. فانا المشاهد دي كلها دي رساله لاي حد ورساله لكل اعلامي بيشتغل، عندما تكون صادقا، يعني شوف لما تبقى صادق، لما تبقى عندما تكون انك انت مساحه الاحترام في الوسط لموضوعيته ومقالاته وقراءته للمشهد الرياضي ولغته في الحوار زي ما حضرتك في الاول. في الاول وفي الاخر
يعني الموت هو الحقيقة الوحيدة في الدنيا. أنا بضم صوتي لصوت حضرتك وبنقدم العزاء لزملائنا جميعا في أسرة الإعلام الرياضي وفي قناة الأهلي طبعا زملائنا الأعزاء. وكان نعمة المدير والقائد في العمل كرئيس للقناة طوال الفترة السابقة وحتى يوم وفاته، كلنا طبعا نشهد له بالكفاءة ويعني العقلية الراجحة في إدارة الأمور والتعامل الهادئ مع كل الملفات اللي بيكلف بيها بالتنسيق مع مجلس إدارة الأهلي، وده اتضح كمان على مستوى حب وتقدير زي ما قال الأستاذ إبراهيم حجازي الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة بأكمله وكل قيادات ورموز النادي الأهلي وعائلة الأهلي لهذا الراحل الكبير أستاذ خالد توحيد، وكل العزاء طبعا للأسرة الكريمة لها الصبر والسلوان، ولزملائنا أيضا في الوسط الصحفي وفي الأهرام الرياضي على وجه التحديد، وسنفتقده بالتأكيد في الفترة القادمة، وإن شاء الله زي ما قال الأستاذ إبراهيم سيرته باقية وعمله الصالح دائما واجتهاده في العمل وموضوعيته ودقته في العمل ولغة الرقية كواحد من أفضل النقاد الرياضيين في مصر ستبقى إن شاء الله دائما أبدا معنا جميعا في الوسط الرياضي والكروي المصري. أستاذ إبراهيم سننتقل طبعا لن نوفي حقه، ولكن بالتأكيد سنعود مرات ومرات خلال تغطياتنا في الأيام القادمة وفي الأشهر القادمة إلى إسهاماته الكثيرة والثرية في عالم النقد الرياضي والإعلام الرياضي. رحم الله الناقد الرياضي الكبير أستاذ خالد توحيد. أستاذ إبراهيم حجازي هننتقل لملفات كثيرة جدا مثيرة للجدل، الكل بيتكلم عنها في الشارع الكروي والرياضي على مدار الأسابيع الماضية. الأزمة اللي أثيرت في الفترة الأخيرة، كيف ننظم المسابقات في مصر؟ ما هي صلاحيات اتحاد الكرة وحدود قرارات اتحاد الكرة ومن يراقب اتحاد الكرة لو أخطأ أو أصاب؟ التقييم لهذه الاتحادات الرياضية كيف يكون؟ وفكرة التلويح أو الحديث عن سحب التراخيص والتهديد فيما يخص التراخيص الرياضية، خاصة عندما نتحدث عن كيان من أكثر الكيانات التزاما بالقواعد واللوائح على مستوى العالم وهو النادي الأهلي. رأي حضرتك إيه؟ قبل بس ده عايز أرجع للماتش اللي أنت اتكلمت عليه محمد في الأول، الأهلي والجونة. يعني بقول فريق الأهلي أنت يعني أنا بس دايما بحب قوي ان فكره انك انت دايما لا تستسلم، وفكره ان تبقى انت عندك في عقلك ان مفيش مستحيل، وفكره انك انت الاخر اصل دي رساله للطالب ولاي حد في اي مهنه انك انت ما يعني ما تقاسي، دايما خليك عندك يقين وعندك امل. اجتهد، عملته خير وبركه، ما عملتوش خد بالك يبقى انت بذلت اقصى الجهد في هذا الموضوع. هي دي الروح القتاليه دي او السمات النفسيه ديت اللي فكره الرغبه في الحرص على ده مهم جدا في الكوره، مهم جدا. يعني انا النهارده مثلا احنا شفنا فرقه الاهلي في كم ماتش اللي قبل كده كان يلف في الشوط الثاني وكسبان اثنين وبتاع وعمال يعني، انما هنا عندما يعني هو لازم حد يتك عليك، دي عادتنا كمصريين يعني مش هنشتريها، ان احنا دايما بتوع اخر وقت. يعني انت رايح محطه القطر عشان تركب رايح اسكندريه، رايح والقطر تجري وتتكفى وتقوم عشان تلحق اخر عربيه في الامتحانات، تفتكر كان الامتحانات دي امتحانها ليه فجاه، خدت بالك في رايح المطار رايح في اي حته. النهارده كانت روح، يعني انا بحييهم على الروح دي، عايز احيي فريق الجونه حقيقي عاملين ماتش كويس جدا، كونه انه بيلعب مع 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 فرقه الاهلي فرقه كبيره وقويه وفرقه عارفه مش هتفرط في اي حاجه، يلعب ويسبق هو ويحط هو جون ولاخر لحظه بيلعب، يعني تحيه ليهم والمدرب محمد صدقي ومدير الكوره الكابتن حسام غالي. يعني انا عايز اقول هي دي الروح، يا ريت تبقى كل فرقنا كده زي بره. انت بتشوف بره اي فرقه بتلعب باي فرقه كله زي بعضه، عنده جمهوره وعنده 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 مقومات، لان هو ده اللي بيرفع مستوى حلاوه الكوره ومستوى اللعب بيرفع تطويره. مستوى الكوره وهو ده الاساس من المسابقه. انما احنا هنعمل مسابقه نتائجها معروفه مسبقا، ما نروح بقى وخلاص. يعني حضرتك موافق ان الماتشات اللي من النوع ده وان الاهلي يعمل كامباك بلغه كره القدم ويقدر يعود بقوه ويتفوق بعد ما كان متاخر بهدف عن المنافس هو ده اللي هيبقى فارق في الفتره الجايه، وهو ده اللي المفروض ان في حياتنا كلها وقعت قوم، ما فيش حد هيقعد بيجري على طول، لا هتقع ومش عيب انك انت تقع. مش دي الرسائل او المعاني اللي تتاخد من الحال، انك انت لازم يبقى عندك يقين انك تقدر. اصل ما فيش مستحيل، المستحيل الوحيد الموت، ما فيش مستحيل في الحياه، نقدر نعمل اي حاجه صدقني. وده الرساله اللي لازم نعرفها ونعملها، واحنا لما نشوف عندنا بس هو للاسف النماذج الايجابيه اللي موجوده في مصر في الشباب المصري في مختلف المجالات وفي الريف وفي الحضر وفي المحافظات وفي الكرة والنجوع، هناك نماذج مشرفه عظيمه جدا، بس سلو بلدنا في الاعلام من فتره طويله انه بينظر للحاجات السلبيه، يهتم جدا وتلاقي الدنيا قايمه على ضوافرها، اتنين طلعوا مش لابسين حاجه، هو ده الموضوع.
في نفس الوقت لو طلع فيه بنتين تانيين عاملين حاجة عمل ولا حد هيعبرهم ولا حد هيقول لهم انتوا بتعملوا ايه. فعشان كده دايما انت شايف الحاجات الكتير السلبية هي اللي كتير، وده مش حقيقة. عشان كده لما اقول انك انت تقدر تعمل كل حاجة، نقدر نعمل كل حاجة، نقدر نعمل كل حاجة. نروح بقى لحكاية اتحاد الكرة. و حضرتك شايف ازاي المشهد ده كله اللي حصل في الفترة اللي فاتت، والجدل والقيل والقال، وانه مفيش حاجة واضحة دقيقة اكيوريت، يعني ان الشروط اهي، اللوائح اهي، القواعد اهي، زي ما الاهلي بيطلب دايما وادارته بتطلب ان الامور تبقى فيها شفافية وفيها وضوح في كل ما يتم وضعه من اطر للعب. النادي الاهلي لما المجلس ده كابتن محمود الخطيب لما بيقوم المجلس الجديد عملوا ادارة استحدثوها للوائح والقوانين. وده في اي عمل لما تكون بتشتغل انت خلاص دي مؤسسة رياضية وكروية في المقام الاول، وبتتعامل لها تعاملات مع الاتحاد الوطني ومع الاتحاد الاقليمي او الكاف يعني، ومع الاتحاد الدولي، ولاعيبتك بتروح وبتيجي. هضرب لك مثال اهميه الاداره دي لما اتعملت ايه. لاول مره هنكتشف، هم اللي اكتشفوا الاداره، هم بصوا على اللوائح، فطلع انك انت ليك حقوق ما انتش عارف عنها حاجه. عندما تذهب الى كاس العالم، اللعيبه اللي في الانديه بتبقى لهم مكافأة مالية أخرى مالهاش علاقة بياخدوها لتشجيع الأندية إن اللاعب بتاعها يروح المنتخب، ويبقى حريص إنه يروح المنتخب، ويبقى حريص على المنتخب، وده كله لمصلحة الكورة في مصر أو في أي حتة. لأن لما ظهرت مشاكل كتيرة أيام الكاميرون زمان، وكان اللعيبة المحترفين بره مش حريصين يجوا المنتخب، فالكاميرون بعد ما كانت فرقة تقيلة جدا فجأة وقعت ما قامتش. نفس الحكاية نيجيريا، فهما بيشجع يقول للنادي عشان تشجع اللاعب بتاعك اللي عندك. صحيح الانديه الافريقيه تقريبا بقت فرقه من النجوم كل بقت فرقه يعني خليت من النجوم بقى كلهم بيلعبوا ومحترفين في الخارج، انما دي تشجيع. الاهلي باللي عمله جاب للاعيبه المصريه، طبعا جاب لي هو مليون واظن 700,000 740,000 دولار من حاجه ما كانش حد عارفها. منين بقى ده جه؟ لما عملت اداره للوائح، فانت خلاص ما انت بتشتغل مع منظومات قايمه على لوائح. احنا الحته الوحيده اللي في مصر اللي المنظومات عندنا اي مع الفهلاوه والجدعانه والبيت كده، وطب ماشي ده وحط ولبس ده الطاقيه ده لده والكلام ده كله. المنظومه ديت اللي مش عارفين نتخلص منها هي للاسف هي موجوده في اداره الكره المصريه حتى الان. الازمه اللي فاتت ديت او حكايه ان نلعب او ما نلعبش او نعمل او الكلام ده كله او كلها او ماتش كاس ولا ماتش دوري، القصه اللي كانت في الايام اللي فاتت دي كلها، وحكايه التلويح صاحب الرخص. طب ايه حكايه الرخص؟ انت تكتشف ان الاتحاد الدولي من زمان من سنين قال ان كل الفرق التي تلعب في اللعيبه المحترفه والكلام ده تبقى الانديه كمان محترفه، ويطبق هذا على الكل. بلغوا ده للاتحاد الاقليميه، لان الاتحاد الدولي ما بيتعاملش مع الاتحاد اللي أنا الكاف بدوره بلغ ده وده تعليمات بده. احنا عملنا الموضوع وانا بعتقد انه اتعمل على الورق ما اتعملش على الارض، ان بقى في انديه محترفه وعشان تاخد رخصه نادي محترف في خمس حاجات. اول اشتراطات للحصول عليها، اول حاجه اللي هي المعيار المالي، وعلى فكره ده هو اهم نقطه في النقاط الخمس. ايه المعيار المالي؟ انك انت هتصرف ازاي؟ لانه حريص على حكايه في لعب شريف وفي المال الشريف، يعني حضرتك بتقول في انشطه ماليه غير سليمه وغير شرعيه في العالم كله بتتم محاربتها، انها ما تدخلش كره القدم زي غسيل الاموال. هو بيخاف من ده، وعلى طول في اي حاجه من دي بيدي عقوبات بتتراوح انه يشيله من بطوله اقليميه، بتتراوح من المال ده انك انت ايراداتك تغطي مصروفاتك، وحتى لو تعثرت ولا حاجه تبقى قد بعض، وحتى لو خسرت خساره قليله تبقى قادر على التعويض. انما لما انت بتبقى بتصرف مبالغ كبيره ومفيش ايرادات مفيش عائد، هنا بقى يبتدي يبقى في علامه استفهام كبيره. ايه السبب ليه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ طيب ده بند، اول بند. سؤالي هنا لاتحاد الكوره ولحضرتك وكل الحضرات الناس اللي شايفيننا، هل هذا البند اتحاد الكوره سال فيه ولا شافه ولا راح ولا حتى راح سأل النادي انت عندك ايه وميزانيتك ايه والكلام ده كله؟ حصلش. بالعكس احنا تقريبا اغلب الانديه عندها مشكله في الحكايه دي. النادي الاهلي الوحيد ويمكن نقدر نقول في ده ان هو
ايراداته مغطيه مصروفاته وعامل فرق. انا هستوقف حضرتك يعني عفوا المقاطعه للحظات عشان ااكد اللي حضرتك بتقوله وندلل عليه بالارقام. بعض الارقام المذكوره رسميا واللي طلعت عليها الجهات المعنيه في كل المراجعات اللي بيكون الاهلي دايما صاحب السبق وصاحب المبادره في ان يطلب ان هذه المراجعات تحدث حتى يتاكد الجميع مبقاش فيه مزايدات ابدا عن النادي الاهلي، الكل يتاكد من ميزانيته وحساباته. بعض على سبيل المثال المجله لن يتسع لعرض كل الارقام، ولكن ميزانيه النادي الاهلي بتقول وجود فائض في نشاط النادي الاهلي المصري يقدر ب 402 مليون 959 الف ويزيد قليلا مقابل 204 مليون و10 الاف لعام 2016. ميزانية تكشف أيضا الميزانية عن وجود فائض في نشاط كرة القدم يقدر ب 24 مليون و 574 ألف ويزيد. وهذه مقارنات يعني بأن النادي الأهلي زي ما بيقول الأستاذ إبراهيم حجازي حريص على تحقيق هذا الجانب الرابح ماليا واللي متعرف عليه في العالم كله. تفضل يا أستاذ إبراهيم. لما نيجي نشوف الرخصة، أول نادي في مصر عمل رخصة نادي محترف كان النادي الأهلي، عملها قبل الكل وعملها مع الاتحاد الإفريقي، وعملها قبل الاتحاد الافريقي ما يضع شرط ان ما حدش هيلعب في بطولات افريقيا الا لما يبقى مسدد الفلوس ديت اللي هي اللي اسف الا لما يكون هو عامل الاشتراطات دي كلها الاحتراف الخمسه. نيجي نشوف ايه تاني، هل المساله دي كلها ايه المسائل الاخرى اللي انا يمكن اكشف الايرادات ولا الضرايب؟ هل انت بتدفع ضرايب؟ ما هو انت لما بتيجي لما بدي مكافاه للاعبين او بشتري لاعب او اي حاجه اي حاجه من دي عليها هل النادي بيخصم مبلغ الضرايب ولا المساله؟ هل الاتحاد الكوره عنده علم باللي بيحصل في الموضوع ده؟ انا ما اعتقدش. طيب في قرور عقود للاعبين وفي متاخرات للاعبين ومديونات للاعبين لدرجه ان الاتحاد الدولي ساعات بيشيل نقط من فرقه لما تبقى متاخره، وحصلت الانديه عندنا كتير كان كده، ويمكن تدخل منك النادي تدخل اتحاد الكوره وسدد وخد فلوسه بعد كده يعني في 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 القضيه دي. اذا النهارده ادي اول بند من بنود الرخصه، فرصه ان الساده المشاهدين يعرفوا ايه حكايه التراخيص. البند الثاني اللي هو معيار قانوني اللي هي اللوائح والقوانين، هل البيانات اللي قدمها النادي عشان يشترك وياخد الرخصه دي بيانات صحيحه ولا لا؟ هل الحاجات كلها هل النادي ده ملتزم باللوائح والقوانين الموجوده، تعمل كذا ما تعملش كذا تعمل كذا ما تعملش، دي اللوائح والقوانين. احنا عندنا اتحاد الكوره بيتكلم بيقول انا لو النادي الاهلي ما لعبش ما اعرفش في ايه مش هخليه يلعب في افريقيا، هسحب منه بند الترخيص. وانا بعتقد انه ما ده خلط شديد في الامور، ما يقدرش يعمل كده، هو بيهزر يعني اكيد وما يقدرش يعمل كده. طب ده انت عندك انديه ما بيعترفوش اصلا لا بيك ولا بالاتحاد الافريقي، مش باللوائح اللي انت عاملها، ده اصلا بالكيان. قدرت تعمل حاجه اليوم؟ ليه 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 فكره؟ وده كله سهل جدا كان اتحاد الكوره، ما انت لو من الاول بتعمل نظام وتحب حريص على تطبيقه على الكل كبير قبل الصغير ما تحصلش اي مشاكل ولا حد يقدر يخرج عن الخط. البند الثالث اللي هو مطلوب ده معايير البنيه التحتيه، هل انت النهارده لازم الرخصه بتشترط اما ان يكون عندك ملعب ملكك او انك تأجر ملعب على الاقل لمده سنه، يبقى العقد بتاع لمده سنه اللي بتاعت الموسم، يعني دايما قبل ما تلعب الموسم انت مقدم ورق بتثبت فيه ان عندك ملعب. هل اتحاد الكوره متاكد ده؟ ده في انديه ما عملتش ده، هل اتحاد الكوره كلمها؟ طيب في البند اللي بعديه الشؤون العمليه. الشؤون العمليه ديت لان الاتحاد الدولي وهو عايز ينشر الكوره وعايز يرفع مستوى الكوره وعايز يعمل الكلام ده عايز يعمل كيانات منظمه حقيقيه. فبيهتم دايما في الموضوع ده كله في ان يبقى في كل نادي هيئه عشان تدير هذه المنظومه. موجوده الهيئه ديت عشان خاطر موجود فيها اللوائح، موجود فيها القوانين بتاعتها، موجود فيها الحقوق بتاعتهم، موجود متاكدين ان المدرب اللي بيشتغل معاه رخصه. المفترض ان ما فيش مدرب الا لما يكون معاه رخصه تدريب، والمفترض ان الاجهزه الطبيه اتاكد ان دول دكاتره مش حاجه ثانيه. لان في يعني في حاجات طبعا انت لما بتكتشف فتكتشف لان اي حاجه غلط مش هتعمل ده او اتهاون في ده او اجيبه حد مش طبيب اعمله دكتور، ما ده هياثر على الكوره. وهو في الاول وفي الاخر الاتحاد الدولي بيبقى حريص على رفع مستوى اللعب عن طريق تكليف المتخصصين كل حاجة كل واحد في مجاله. في المعيار الرياضي بقى، اهم حاجه في المعيار الرياضي الاتحاد الدولي بيهمه فيها انت عندك ناشئين ولا لا، لان هو اذا كان عندك ناشئين وبتقدموا الاعداد الصحيح وموفر لهم الملاعب الصحيحه
وموفر لهم حضر الاوض وموفر لهم الاشراف الصحيح والمدربين الصح والكلام ده كله، معنى كده انت بتضمن استمراريه كره القدم. لانك لو بتركز على جيل وما فيش حاجه تحت هتيجي في مره بتسقف، ما فيش حاجه عندك. البنود الخمسه دي كلها اللي بيقولها الاتحاد الهدف منها كله، الهدف منها في الاول كره القدم ورفع مستوى كره القدم. جت الازمه دي حصلت، ودي حضرتك لك رأي كمان في مناقشاتنا خلال الأيام اللي فاتت، حضرتك قلت لي وحتى الحديث اللي حضرتك استغربته جدا عن فكرة إنه إحنا هنوقع عقوبة عشان كده يبقى الأهلي بينسحب، حضرتك قلت الأهلي من الأساس ما انسحبش، الأهلي بيقول أنا ملتزم ومتمسك بجدول الدوري اللي تم إرساله من الجهة المختصة اللي هي لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكورة. ده مش انسحاب لما يقول أنا ملتزم بالقواعد اللي تم التوافق عليها. ما هو يعني ده الكلام. طيب هو إيه سبب الأزمة؟ إن بيراميدز قال انا مش هلعب قبل ما تلعب، مش هلعب ماتشين يعني ماتش دور اول ودور تاني، تاني ما العبش الدور الاول والتاني قبل ما تلعب، ومحق في ده يعني هو عنده حق في ده. طيب انت يا عم اتحاد الكوره، طب ما الاهلي النهارده هو بيلعب مع الجونه، ما هو لعب ماتشين وقبل ما الزمالك يلعب ماتشين ومع الاسماعيلي ومش عارفه مع مين في الفتره اللي الدوري فيه اصلا مزنوق وفي مشاكل في الدوري اصلا وفي حاجات من ديت، لان الدوري من الاول اتحاد الكره قال لهم الدوري ده ظروفه خاصه استثنائيه جدا عشان موضوع جداً. افريقيا ما كان يجب ان حد يصدر مشاكل، ومع ذلك النادي الاهلي قبل ان يلعب من 2 فبراير ل 26 فبراير هيلعب 8 ماتشات، هو لعب منهم 7 ماتشات، السبع ماتشات دولت لعبهم في 22 يوم، وهذا رقم لم يحدث في تاريخ الكرة المصرية ان في فرقة لعب السبع ماتشات في 22 يوم، ولما يجي يوم 28 هيبقى هم في ال 26 يوم انت لعب 8 مباريات، ومع ذلك خلاص احنا قابلت من الاول انا هلعب دوري مضغوط، بس ما تضغطش قوي. بالعكس دايما في الدول في العالم كله المفروض لو في توفيق للاوضاع والاوقات الخاصه بالمسابقه بيبقى في اي بدل لصالح الانديه اللي هتمثلها دوليا، يعني الاهلي والاسماعيلي موجودين في دوري الابطال المفروض في مراعاه لجدولهم، الزمالك موجود في الكونفدراليه المفروض، يعني كل فرقنا المصريه اللي بتمثل الكره المصريه دوليا المفروض انها اولويه في ترتيبات الجدول من بدايه المسابقه زي ما حضرتك قلت. عموما احنا هنستقبل بعض التفاصيل الاخرى اللي عرضها على الاستاذ ابراهيم حجازي وتفنيد هذه النقاط، خاصه ايضا بالتراخيص والامور اللائحيه الخاصه بضوابط كره القدم قواعد المنظمة والحاكمة لكرة القدم في مصر، ولكن بعد الفاصل. إبراهيم حجازي، قبل الفاصل كنا بنقول لحضراتكم في تفاصيل أكتر وفي معلومات بنطلع عليها طول الوقت ونتابعها مع زملائنا وأسرة إعداد البرنامج للتأكد من مدى تطابق القواعد الحاكمة والمنظمة لكرة القدم في مصر مع الأمور المتعارف عليها عالميا أو القواعد الاحترافية في عالم كرة القدم. حتى يعقب عليها هقول لحضراتكم العناوين سريعا جدا لنستمع إلى بعض التعقيبات أو التحليل لهذا الأمر من الأستاذ إبراهيم حجازي. أستاذ إبراهيم، ما هي يعني في شكل سريع جدا بنود قانون اللعب المالي النظيف عالميا، عناوينها في أنا هختصرها قدر المستطاع، بدأ العمل بهذا القانون 2011-2012، لا يمكن لأي نادي أن يكون مديون أو خاسر ماليا، يراقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأمور المادية. طيب احنا قبل ما نكمل عرض هذه النقاط على حضراتكم هنرجع لفقره نظرا لارتباطات ضيفنا اللي بيهمنا جدا مشاركته معنا على الهاتف، الكابتن علاء نبيل، طبعا صاحب التاريخ الكبير والاسهامات الكبيره في عالم كره القدم مع الانديه ومع منتخبنا الوطني الاول ايضا، وفقرتنا الخاصه من البوم فلان. مساء الخير يا كابتن علاء واهلا بحضرتك. اهلا مساء الخير يا استاذ محمد، ازي حضرتك؟ اهلا بيك، وضيفنا في الاستوديو طبعا ناقدنا الرياضي الكبير استاذ ابراهيم حجازي. يا استاذ ابراهيم ازي حضرتك؟ ازيك انت؟ اخبار حضرتك ايه؟ وحشنا والله. ازيك كابتن علاء اخبارك ايه؟ الله يخليك، كله تمام والله الحمد لله. انا لما شفت الصوره اللي من الالبوم بتاعك ديت اللي هي وانتوا كابتن الجوهري رحمه الله عليه وانتوا مولودين رحمه الله عليه، انما اللي لفت نظري وقفت قدامه قوي مش عمر الشريف ربنا يرحمه الاخر، ولا الكابتن حسنين حمزه. اولا سؤال هو صاحب الصوره دي يعني هو سمعت انه عزمكم، اكيد عزمه وما دفعش، يعني انا عايز يعني حسنين حمزه. بص احنا قصه الصوره دي احنا بعد بوركينا فاسو اتفقنا كجهاز كل اسبوع حد يعزمنا على يعني واحد يتكفل بعزومه الجهاز كله. فالمهم ايه، حسنين لسه دوره ما جاش، لقيته مصمم اللي احنا ودينا يوم الثلاث في مكان معين، مكان معين بدون ذكر اسماء عشان الدعايه. تمام يا عم حسين يهديك يرضيك. طب ليه؟ لا يوم الثلاث وده مش عارف ايه، استغربنا. المهم رحنا، المهم ايه، رحنا قعدنا
وعلى الـ على الـ على النيل وجالنا الاكل وبتاع. واحد واحنا داخلين على المكان يعني سلم علينا بحراره قوي وبتاع وفضله وبتاع. دخلنا طلبنا الاكل وبتاع ونزل الاكل وكلنا والحمد لله. دخلت ايه في الاخر خالص بقى دخلت الحمام اغسل ايدي والكلام ده كله. فالراجل نفس الراجل قابلني يا كابتن اخباركم ايه؟ الحمد لله اكلت وشبعت الحمد لله. الحمد لله. قال لا والله انا كنت لازم اعزمكم قبل ما اسافر لان انا مسافر بكره. يبقى انا بقول لك من الاول والله ما اعرف اهو. انا قلت لك حسنين لا يمكن يعني. لا ملوش حال طبعا. نزلت عملت له فرح في الموضوع علينا احنا. عمر الشريف كان بقى في بالصدفه هناك ولا ايه؟ كان موجود هناك بالصدفه وجه سلم علينا. كان في فرحه كبيره قوي في مصر. طبعا 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 طبعا. فهو كان فرحان جه سلم علينا. راجل خلوق جدا الله يرحمه وكان فرحان بينا. بس خدتش بالك بقى من البنطلونات اللي لابسينها والقمصان؟ كل ما الاولاد يشوفوا الصوره دي يضحكوا عليا. خلي بالك موضه اللبس في الفتره اللي كان فوق لسه قبل البنطلون ما يوقع. بقول لهم يا اولاد الصوره دي البنطلونات دي والقمصان دي موضه. كانت موضه يضحكوا عليا. ما انت لازم تجيب اثبات من اثنين ترزيه ان كانت موضه. لا والله كانت ايام جميله وكلها خير وكان فيها حاجات حلوه والله صراحه. انت في الصوره على شمالك الكابتن فكري صالح وعلى يمينك بقى كابتن الوهري رحمه الله عليه، الفنان الكبير عمر الشريف، كابتن فتحي مبروك المنسع سمير عدلي وحسنين حمزه ورا بالقميص القميص المضروبه ديت وعلاء شاكر دكتور علاء شاكر وعلاء شاكر. البطوله دي كانت صعبه جدا من احلى البطولات اللي هي كانت صعبه واحنا رايحين كانت صعبه كانت بكل المقاييس. فاكر طبعا يعني فاكر لما الاهلي 13 ومشي 13 وعملت يعني كانت كل ما فيش حد عنده اي حاجه انما بسم الله ما شاء الله يعني انما في كل وقت. قول لي بقى يا كابتن هو الخط قطع ولا ايه يا جماعه؟ لا معانا كابتن معاك. قول لي بقى الـ يعني وانت زملت الكابتن الوهري فتره واشتغلت معاه والراجل ده انا اصلا بقول ان الكابتن الوهري رحمه الله عليه يحسب ليه ان هو عمل نظام فارق. يعني هو لما تسلم المنتخب في 98 ولا كان في مباريات وديه كان طول عمر منتخب بيعمل معسكر وبعدين يعملوا تقسيمه بين الاحمر والاخضر او اي لون موجود عندهم. ايوه مفيش أيوه معسكرات مفيش اي حاجه مفيش كلام. الحقيقه عمل حاجه دخل احتراف واصر على ان يكون هناك احتراف وكان لازم يحصل ده بصرف النظر انه ما تمش بالصوره وانما اصبح هناك احتراف على الاقل اللعيبه يبقى في عقود يعني عمل ترتيب. قول لي كابتن الوهري طبعا يعني رحمه الله عليه كان يعني انسان جميل جدا يعني حالي يعني مش عايز اقول حليم انما هادي جدا في حاجات وطبعا عدوك لما يبقى في حاجه غلط بيبقى حدوته بقى. قول لي كده من يعني من السمات بتاعته ايه او الحاجات انت فاكرها ايه؟ هو اولا كان عنده اللعيبه دي نمره واحد، يحب اللعيبه جدا ويقصوا عليها جدا ويحبوه جدا وكان حنين عليهم. دي حقيقة يعني عنده اللعيبة دول أهم حاجة عنده يا أستاذ إبراهيم إن اللعيب يبقى مستريح. يخش المعسكر مستريح يلاقي لبسه يلاقي أوضته جاهزة يلاقي الأتوبيس بتاعه. كنت أنا بروح أجيب الأتوبيس بنفسي بعربيتي أجيبه من الجراج وأحط ونكون حاجزين للسواق غرفة ويجي الباص واقف واللعيبة تيجي تلاقي الباص واقف. بيقول لي أهم يوم في الدنيا دي كلها أول يوم في المعسكر، إذا اللعيب لقت حاجة عدت منه المعسكر باظ. هو كان حريص جدا اللي هو يهتم باللعيب، عشان كده اللعيبه كانت بتحس ان في اهتمام قوي بيها، فكان في حب متبادل. يعني كان يزعلوا قوي لكابتن جوهري يبقى زعلان منهم. يعني وصلت حضرتك؟ يعني حبه ليهم وهم احساسهم اللي هم يعني عايز يعمل له عايز يعني كابتن جوهري عايز يعمل لهم كل حاجه. لدرجه ان الشراب اللي احنا لعبنا بيه في بوركينا فاسو سوزون الابيض انت شايفه ده حضرتك اللي احنا بنشوفه في الماتشات يعني. تخيل انا خدت كابتن جوهري وقعدنا نلف فيه لحوالي لمده اسبوع عشان نجيب شراب اللعيبه تلبسه ونجيب عينه. والله نجيب عينه ونروح المعسكر نجيب الكبار بتاع الفريق رايكم يا كابتن لغايه لما شفنا مصنع جوه المقابر تمام. وجبنا شرابات اهو. قال لك هو ده. رحنا جبنا الشراب والشرابات وخدناه معانا. كنا بنروح برضو مياه الصبحيه بنقعد في مصنع في باب الخلق كده اللي هو الطقم الاخضر والاحمر اللي احنا لعبنا بيه بوركينا فاسو.
كنا نطلع يقول لي طب وريني درجه اللون الخضار ده، لا حط لي العلم هنا، لا اعمل لي مش عارف ايه هنا، هو بنفسه ولعبنا. لا بقى في الماركات العالميه ولا في الماركات مش عارف ايه، ولعبنا الحمد لله وخدنا البطوله ورجعنا. فهو كان حريص كل الحرص يا استاذ ريم اللي هو يبقى يتقن كل حاجه بنفسه. طيب كابتن اتفضل يا استاذ كابتن علاء. يعني هو طبعا وقت الكابتن روريك وكان عنده اصرار انه ياخد اللعيبه في معسكر، وانا وكان الكل بيهاجمه بس انا كنت دائما معه في هذا الكلام، لان احنا اللعيبه عندنا فكره الاحساس بالمسؤوليه والانضباط هو بياخدهم وبيشكلهم من أو يعني مش بيشكلهم، حاططهم خلاص معاه بقى بيحطهم على اللي هو عايزه، وحاططهم على المفرمه زي ما بيقولوا، مشيت عدل على دماغي اتعودت ههرسك في الارض. فكره المعسكرات وانا شايف يعني، ولولا المعسكر اللي اتعمل قبل ما هو بيبقى اللعيب معاه في معسكر قبلها ب 20 يوم او حاجه ويقعد معاه الشهر بتاع البطوله، ف 55 يوم ضامن اكله ايه، لان انا عارف ان الكابتن الروهري لو حد ياكل ايه وامتى وازاي كل التفاصيل في كل التفاصيل. يعني انا ما اعرفش، احنا دلوقتي بقى في ظل الاحتراف الموجود وفي ظل ما تقدرش تاخد ده وتعمل ده دلوقتي، انما احنا لغايه دلوقتي اللعيبه على الاقل اللي مش محترفه خارجيا بره في بره، فكره النظام والالتزام والبعيد عنهم وفكره ان انا برضو تخوف يعني يقلقك. وعشان كده انا اتمنى ان مستر اجيري في مع المنتخب ياخد المحليين اللي عايزهم اللي هياخدهم من هنا في معسكر الاول، بس يحطوا تاني في المنظومه، لان انت عندك ارد على حضرتك في الحته دي بالذات. انا اتفق معاك تماما. ليه؟ مين ال يعني عبد الظاهر السقا واخد بال حضرتك، وائل جمعه اتعملوا ازاي؟ يعني اصبحوا نجوم ازاي؟ زي ما حضرتك بتقول كده، كنا بناخدهم بنروح نزور الانديه، كان الكابتن جوهر الله يرحمه راح وزرنا نادي المنصوره كان عبد الظاهر السقا، ورحنا زرنا نادي المحله كان وائل جمعه، وماتشات الدوري امتى؟ يوم كذا، هنجيبه لكم يوم الفلاني، وبناخده نقيم معاه، بنعدي عليهم الصبحيه، بنروح نشتغل في تراك النادي شمس والحاجات دي كلها، بعد الظهر بنرجعهم تاني الاوتيل، وبعد الظهر نعدي عليهم، بالمره نروح ملعب المقاولين، مره نروح نلعب مش عارف بلعب هليوبلس مره ايه، لغايه لما بقوا نجوم. عشان كده بقول لحضرتك ايه؟ في مدرب بيصنع لاعب، وفي لاعب بيصنع مدرب. تمام تمام تمام. هو بس وضح يصنع مدرب انه على الاقل انه على الاقل بينفذ وبيعمل، والنتائج هي اللي بتتحسب. ايوه يعني في لعيب بيبقى عنده موهبه وعنده امكانيات والحاجات دي كلها بتكسب، يبقى خلاص المدرب كويس وبتاع، لكن المدرب الحرفي اللي هو بيعمل لعيبه زي ما كابتن جوهر حضرتك تفضلت وقلت، عمل لعيبه كتير لمصر، ودي بتحتاج مجهود كبير جدا وبتحتاج خبره وبتحتاج صنعه زي ما بيقولوا يعني. طيب كابتن علاء، قبل يعني، واحنا بعد ما سمعنا حوارك الجميل مع استاذ ابراهيم، في ثلاث نقط الاستاذ ابراهيم اشار، ده سؤال مباشر لحضرتك، الى اقترابنا من كاس الامم اللي جايه على ارض مصر وعلى ملعبنا وبين جماهيرنا ان شاء الله، لو بتوجه دعوه او طلب او رؤيه فنيه تتمنى انها تطبق مع الجهاز الفني الحالي للمنتخب، ايه اللي محتاجينه مع تركيبه اللاعبين وعدد المحترفين مع عدد اللي بيلعبوا محليا الموجودين في المنتخب حاليا؟ اولا قبل ما اخش في اخوض في تجربه فنيه او اي حاجه فنيه، احنا استضافتنا في حد ذاته افريقيا في مصر ده فوز بكاس البطوله، بغض النظر عن ان احنا جبناه او جبناش، احنا مش عايزين نحط راجل تحت ضغط، لان الراجل شغال في احلال وتجديد للفرقه تمام، عشان ياخد وقت يعني، لازم ياخد وقته عشان يعمل فرقه كويسه بينزل بمتوسط الاعمار. احنا النهارده ضغطنا الراجل بصراحه، احنا ضغطناه بالزمن اللي هو ناقص 4 شهور على البطوله، مطلوب منه اللي هو بطوله هتلاقي في وسط مصر ولازم تتجاب، لا لازم يبقى في توعيه ان احنا يا جماعه البطوله دي اعداد لينا، احنا في حد ذاتها استخدامنا للبطوله ده انجاز لوحده بهذا التوقيت تمام. لكن انا بقول للراجل، انت سبب مباشر في قوه الدوري، لانك انت مدي امل لكل لاعب مصر في الدوري العام اللي هم متواجدين في المنتخب، ودي كانت على عكس مستر كوبر. اللي كان قافل على مجموعه محدوده جدا. ايوه بقفل على 13 14 لعيب، هم دول لعبوا ما لعبوش، وحشين كويسين موجودين تمام. فانت النهارده الدوري قوي ليه؟ دوري قوي عشان خاطر كل واحد عايز يقول انا عايز العب في منتخب مصر،
عشان ما حدش ملاحظ اللقطه دي. لا الراجل ده بيروح يحضر الماتشات كلها، بيحضر الماتشات للجونه، بيحضر الماتشات للنجوم وللمقاولين وامبي، بيحضر التاني ما كانش بيحضر غير اهلي وزمالك واخد بالك، وبيكاوي على المحترفين وخلص الموضوع على كده. لكن النتائج ساعدته بامانه، يعني النتائج ساعدته، كان موفق تماما يعني. صحيح. فانا بقول للراجل ده ان شاء الله هيعمل فرقه كويسه لمصر. تمام. اشتغل مع النجوم اللي موجوده في الدوري العام، كلهم طمعانين يلعبوا في منتخب مصر. وفرصه ان انت تاخد لعيب يعني بلغه الكوره وزمالك متفق معاك، جعان جعان كوره. تمام. هيعمل لك حاجه وهيعمل لك نتيجه. تمام. ان شاء الله وربنا يوفقهم ان شاء الله. مش عايزين نحطهم تحت ضغط باذن الله، ان فعلا يعني لو اتقال اعداد للمرحله القادمه هيعملوا حاجه كويسه ان شاء الله. اخيرا كابتن علاء، عايز ارجع معاك سريعا ومع الاستاذ ابراهيم حجازي للصوره مره ثانيه وذكريات كاس الامم الافريقيه 98. هفكرك بثلاث عناوين سريعه. بعض الناس قالوا ان منتخبنا مش في حالته، هيخرج من الدور الاول، خدنا البطوله. بعض الناس طلبوا لاعبين بعد رحله علاج قاسيه جدا زي نجمنا حسام حسن، قالوا له كفايه عليك، وكتبوا مقالات هجموه وقالوا له كفايه عليك كده ولازم تعتزل، وكان من افضل اللاعبين وكان هداف البطوله وتالق بشكل غير عادي. وكتب عن منتخب مصر احصائيات دوليا في البطوله دي انه الاكثر استفاده بالفرص اللي اتيحت له امام مرمى المنافسين، حقق عدد الاهداف بنسبه عاليه جدا غير مسبوقه في الاستفادة من عدد الفرص، وكنا الاقل اخطاء دفاعيا في كل المنتخبات اللي شاركت في البطوله دي. بص حضرتك، انت حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا. حسام حسن واحنا مسافرين يوم السفر كان في الله يرحمه، كان معانا ناقد رياضي كبير في مجله كبيره، كان عامل استفتاء لحسام حسن ان هو يبطل استفتاء يوم السفر، واخد بال حضرتك؟ والمضيفه وهي معديه، فمهم رحت شادد المجله كده بقراها، انا ماليش في يعني، قلت اتسلى. بفتح المجله في النص لقيت ايه، استفتاء حسام حسن يبطل ولا مش عارف. المهم انا قاعد اقراها، طبعا كومنتات بقى ايه، يبطل وما ينفعش، حسيت ان يعني ايه راسي من ورا كده سخنه. اتاري نفس حسام حسن بيقرا معايا يا دي الحوسه، بيتابع الاستفتاء بيقرا المقال بيقرا معايا المجله. انا وضعت حاجه لا اراديه، رحت قافل المجله، لقيت حساب بيشدني، هات يا كابتن مش عارف ايه. قلت له، رحت طالع جري على الكابتن جوهر قدام، قلت له الحق في كارثه ورا. المهم ايه، الناقد الله يرحمه قاعد جنبينا قدام يمين، يعني ممكن كان ممكن حاجه في الطياره، واخد بالك؟ جه الكابتن الجوهري بقى، بصراحه يمكن الاستاذ دوري بعرفه بقى اكتر مني كمان، خد حسام على جنب قعد معاه ساعه وربع، يعني بما معناه اللي انت لازم توري لهم انت مين وهتعمل ايه. وفعلا حسام حسن او منتخب مصر كله رحنا قشينا كل حاجه، خدنا البطوله والهداف واحسن دفاع كل الارقام القياسيه في البطوله، كل الارقام القياسيه. فسبحان الله، يعني البطوله كانت ليها معنى كبير قوي عندنا. الحمد لله. شكرا يا كابتن. شكرا يا كابتن. شكرا يا كابتن علاء، ربنا يخليك. شكرا. شكرا جزيلا كابتن علاء نبيل، وموفق دايما في تجاربك القادمه ان شاء الله. هرجع مع استاذ ابراهيم للعناوين الرئيسيه. قواعد اللعب المالي النظيف، يا ريت حضرتك تعرضها على الساده المشاهدين وتقول تحليلك للقواعد دي، العناوين بدء العمل بالقانون 2011-2012 وما يلي. طيب احنا تفاصيل كثيره. ملخص الموضوع، اللعب المالي النظيف انك انت ايراداتك تغطي مصروفاتك. صحيح. واذا ما كانش كده مش معانا، لسببين. لان هيبقى انت سببين هم ما قالوش عليهم، انما السبب الاولاني اما ان عمال تصرف كده وفجاه هتروح واقع فالكيان كله هيقع، وده مش لصالح الكره. او انك انت يبقى المكان ده زي الاتحاد الدولي في نشاط غير شرعي، يبقى غسل اموال على طول، يبقى كده. فهم دول السببين. وانديه كتير يمكن تقدر عندك انت انديه كتير مكتوب قدامك تعاقبه وتعامله على اللعب النظيف. هنا سؤالي بقى، هل النهارده اتحاد الكره كان حريص وهو بيمنح الرخصه الاحتراف دي انه يشوف المقومات اللي مطلوبه والاشتراطات اللي مطلوبه موجوده ولا لا؟ هل هو حريص ان يضمن انه يبقى في حد يشوف ده؟ هل هو راح زار الانديه وشاف الايرادات ولا يعرف حاجه عن الايرادات ولا يعرف حاجه عن العقود ولا يعرف الماليه في الامور الماليه في الدوري؟ الكلام ده ما يعرفش ده. فهي دي الامور ان احنا نتمنى انها تتعمل لصالحنا، لصالح الكرة المصرية. ما احنا مش هنقعد في البلوكة بتاعت الفوضوية دي كتير. عايزين احنا حقنا ان احنا نلعب كرة زي اللي بتلعبها ألمانيا والبرازيل. متى يطبق دوري المحترفين في مصر؟ ما هو يطبق نادي دوري المحترفين بجد، وتبقى لعيبة محترفة بجد، لما تبقى في اللجنة اللي بتدير المحترفين دي لجنة محترفة بجد، لجنة الأندية المحترفة.
اللجنه دي ما اتعملتش ليه؟ لان هم عمالين يقول لك هنعملها ازاي؟ وبعدين احنا مش هنخترع، ما نشوف الانجليز عاملينها ازاي ولا الالمان عاملينها ازاي ولا البرازيليين عاملينها ازاي. انما انت عندك حاجات كتيره، اللجنه دي اصلا بتبقى كل الشؤون الماليه بتاعت الانديه وكل الرعايه والحاجات دي، ومهمه جدا. ما هو ما ينفعش اتحاد كره هاوي، وانا بعتبر اتحاد الكره اللي موجود اتحاد هاوي لانه بينتخب باصوات الغالبيه من انديه هواة زي الرمايه العموميه بتاعت امبارح دي، خدت بال حضرتك يعني. فانا النهارده دول انا لازم اللجنه دي تبقى كده بتاعت الانديه المحترفه، هي دي بدايه. عايزين نبقى عندنا كوره، احنا السؤال الاهم من ده، هل احنا نقدر نلعب كوره زي البرازيل او المانيا او اي بلد متقدمه؟ اقسم بالله قليل من النظام، مش كتير عشان احنا بنعيا من النظام، يعني هل بيبقى في نظام بيقول لنا دوخه من النظام؟ قليل من النظام، قليل من النظام يعني، وقليل يعني، ونخلي الفوضى قليله، اقل قليل شويه، نقللها تقل شويه يعني. تقل شويه، اقسم بالله انه بزيهم. واهم حاجه ان احنا نهتم. طيب من الذي يقاوم هذا التيار الاصلاحي او التطويري في الرياضه في كره القدم؟ حضرتك تتذكر الدعوه بدات من النادي الاهلي من 2008، وبدا ويستقطب شخصيات من الخارج ويستضيف شخصيات من المتحدثين باسم رابطه المحترفين في اشهر واغلى دوري في العالم البريمير ليج او الدوري الانجليزي، ويشوف توزيع الارباح وحقوق البث وعمليه التعامل ماليا واداريا مع كيان كره القدم في اي دوله. مين اللي بيقود الحمله المضاده لتطبيق هذا التطوير في مصر؟ او ليه ببساطه؟ انا لا، ما ينفعش القانون الجديد بتاع الرياضه اعطى كل الصلاحيات للقطاع الاهلي اللي هو انديه اتحادات لجنه اولمبيه، واصبحت الدوله يعني قاعدين مراقب يعني شاهد ما شافش حاجه. انا في اعتقادي ان في ظروفنا ديت وفي الحاجات، مش ظروفنا اللي يعني مش كل حاجه نقول ظروفنا، لانما انا في اعتقادي عشان نعمل النهضه دي لازم تبقى دوله موجوده بجد، لازم يبقى في حد موجوده يتخب يعني في البلوكه اللي ماشيه بقى لمده، والرياضه والشارع كله بيعمل شحن والدنيا متوتره والكلام ده كله، والدوله مش عارف يعني الوزاره، ومش ده مش ضعف من الدوله، انما هو ما عندوش سلطه، وعشان كده بيغيروا القانون. تعالى لما تيجي تشوف القانون ما هو بيتغير، في خناقه، اللجنه الاولمبيه تريد ان هي تبقى المسؤوله فنيا وكل تاخد الاتحادات والدوله تاخد الرياضه الانديه، والدوله رافضه هذا الكلام، الدوله ممثله في الوزاره ولا الاتحاد؟ يعني الوزاره يعني. فهي المساله مش خناقه على حاجه يا جماعه، لازم يبقى عندنا احساس ان احنا عايزين ننهض بحاجه، النهوض بحاجه دي لازم في الاول وفي الاخر يبقى في انضباط فيها حقيقي، يعني يبقى في انضباط حقيقي فيها نقدر نعمل ده. يعني انا النهارده انا وده بدعوه، يعني الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، انا بدعوه ان احنا نسيب الكلام ده، انما على الاقل ان انا يبقى ليا سطوه على قطاعات في حكايه الناشئين دي عشان اعمل كوره، ما انا عشان اعمل كوره لازم اعمل لعيبه كوره كويسين، عشان اعملهم كويسين لازم وهو صغيرين نهتم، لازم نعمل حاجه في ده، لازم نعمل حاجه في ده، انما انا ما ماليش. بمعنى ايه على سبيل المثال؟ احكي لك، انا اقول لك بمعنى ايه. يعني انا النهارده لما تيجي تعالى شوف المصاريف اللي اتصرف اللي الانديه النهارده في اعلى سنه في تاريخ الكره المصريه يتصرف مصاريف في شراء لاعبين والكلام ده كله، بيتكلم في مبالغ كبيره جدا، خدت بالك؟ طب هل المصاريف اللي اتعملت دي هترفع مستوى الكره؟ هل دي اللي هتخلينا نبقى زي البرازيل والمانيا؟ هل الفلوس اللعيب اللي كان اصلا ب 5 مليون بقى ب 50، هل ال 45 هيخلوه لعيب كوره؟ بالعكس، خدت بالك؟ انا كدوله بقى، انا النهارده لازم اهتم بحط التخطيط، عشان عيب علينا. ماذا فعلت قطر؟ عامله عندها اسباير اكاديميه من الاشهر في العالم يعني. لا ده بيعملوا ايه؟ ده هم عندهم جابوا البلاد الصغيره، ابتدى يجيبوا ولاد صغيرين وابتدى يصنع لاعب كوره بجد من السن الصغير. احنا بدل ما نعمل ده، واحنا بدل يعني احنا يعني كانت فرصه النهارده ان احنا نستطيع حتى بالتعاون بيننا كعرب السعوديه ومصر والامارات والبحرين، يعني حتى في الخناقه او مش الخناقه، في الموقف العملاق قطر دينا وفي الوقفه دي، انا النهارده كان مفروض ان احنا في التكتل بتاعنا ده وبتاع ده نعمل قناه خارجيه، يعني قناه تخاطب العالم بالحقائق بدل قناه الجزيره اللي هي مليانه اكاذيب. انا النهارده في الرياضه بدل ما انا عاملين فلوس بتصرف في حاجات كده مالهاش لازمه، انا كنت ممكن اعمل في اكبر، ودي مش محتاجه حاجات كتيره، ان انا اعمل فعلا كيان
لتخريج ان انا اطلع لعيبه كوره بجد. ما هو النجم ده مش يعني ميسي لما تروح وحضرتك بتتمناه اكتر مشروع عربي مشترك وليس لدوله ليه بمشترك. لا ليه لا اصل انت ليه هيبقى كويس. انا النهارده اكبر بلد في التعداد. انا النهارده لما ابقى نعمل مشروع زي تخيل لو انا عملت المشروع ده ويبقى فيه مصر والسعوديه والامارات والبحرين وعملت انا اكاديميه في كل بلد من دي معمول الاكاديميه انما انا بعمل فتره يعني في الفتره الاجازه دي اجيب الاولاد كلهم مع بعضيهم ده بين حاجات تانية الاحتكاك من السن الصغير ده لان انا هعلمهم كوره بجد هعلمهم مهارات الكوره عشان تعمل لعيب كوره زي اي لعيب عالمي نقدر ما نقدرش نقدر عندنا المواهب اللي ينفع نعمل معاه كلام ده نعمل بس احنا ما بنشوفهمش الا بعد ما يكونوا خابوا يعني خلاص ما اقدرش اعلمه حاجه انا لو خدت المواهب دي كلها وحطيت لها نظام علمتها بعد ما اعلمه المهارات الكوره بحول له المهارات من انا مش هلاعبه اي ماتشات فيها مكسب وخساره الا بعد 14 سنه عشان الجهاز العصبي انا بقى في الفتره دي بعد ما اعلمه ببتدي احوله المهارات دي لعادات وابتدي اعلمه ابنيه ابني جسمه وابتدي اعمل ده وابتدي متى ما اتعلم محول المهارات الكوره لعادات بقت اللعب بقت اي مهاره في الكوره زي سواقه العربيه زي غسيل السنان زي اي مهاره بتستخدمها تلقائيا انا ساعتها انا بقى الولاد دول لما بدمهم بقى من السن الصغير في بعض في المعسكرات هنا الاحتكاك ده مهم جدا ويعيشوا هينقلوا حاجات لبعض وهيتعلموا من بعض وهيفيدوا بعض من يبدا تحريك الامور في هذا الاتجاه حضرتك تعلم ان مصر حاليا بتستضيف القياده السياسيه و كل القيادات السياسية القادمة سواء من أوروبا أو من العالم العربي رؤساء حكومات أو زعماء أو ملوك أو حكام موجودين في ضيافة الرئيس المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ النهاردة وبكرة خلال فعاليات هذه القمة العربية الأوروبية هل ممكن نستثمر هذا التوقيت وهذا الحجم من التواصل المصري العربي الغربي لإحداث حالة من التفاهمات أو الاتفاقيات ولا لا؟ ده أهميته ليه هو في كل الدنيا أنت ماتش بيخلص لا فايز ولا مهزوم زعلانين كله بيسقف وكله مبسوط احنا عندنا الحاله الوحيده اللي بعدنا كعرب من بعض الكوره والرياضه بنزعل قوي لما نخسر من بعض بنزعل قوي لان حاجات اتعملت غلط عارف انت الحكايه دي الغيها امتى لو انا عملت الفكره اللي بقول لك عليها لان الولاد دولت لما بيدربوا من السن الصغير المواهب اللي موجوده دول كلهم وادربوا معلمهم هيطلع لعيب الكوره بجد ومن السن الصغير ده وانا بقترح وممكن الاتحاد العربي يعمل هذا الكلام وارجو ان الاتحاد المصري يتبنى هذه الفكره انا بقترح ان نعمل بطوله مثلا ل 19 سنه بطوله عربيه ل 19 سنه لان احنا لما بنعمل بطولات ثانيه احنا بناخدها على قلبنا قوي كلنا عندنا حاجه غريبه جدا احنا ما بنحبش نخسر من اي حد الا ان فريق عربي يخسر من فريق عربي انا لما اعمل البطوله بتاعه 19 سنه دي اقول للدول اللي هتشترك كل الدول العربيه هتشترك ابعت لي ال 22 لعيب بتوعك ابتدي بعد ما كل واحد يبعت لي الاسامي اروح عامل من دول منتخبات جول من السعوديه على سنتر هاف من مصر على ما اعرفش مين من سوريا على فين منتخبات جديده واعملهم في مسابقه واعمل المسابقه دي بجوائز كويسه قوي لان انا عايز احمسهم واديها اسماء منتخب صلاح الدين منتخب مش عارف ايه يعني اسماء او مدن او اي حاجه او اي حاجه في تواريخنا انا الاولاد دول لو لعبوا مع بعض ما انت خلاص هتحتار هتشجع مين ما هو الفرقه ده كلها ده كلها عربيه وفي الاخر هو بيتنافسوا جامد ان في جوائز جامده لها اما يلعبوا مع بعض تبقى الروح دي مع بعض وكده عندما يلتقوا كمنتخبات ضد بعض مش هيبقى في الروح اللي هي بتتنقل للجمهور عايزين نخلق تاني لازم الرياضه توحدنا ما ينفعش الرياضه تفرقنا وانت عجبنا اللي في الشارع المصري دلوقتي يا محمد احنا عجبنا النهارده اي يا سيدي انتمي زي ما انت عايز وحب فرقتك زي ما انت عايز وقرق على القهوه وقول افهين زي ما انت عايز انما في الاول والاخر انا انتمائي الاكبر لمصر فاحنا نقدر نعمل حاجه اذا كيف نستفيد ان نخلي الرياضه او كره القدم اهم حاجه لا شعبيا ولا مهريا ورسميا نخليها لو اردنا ان تخرج مبادره بهذا الشكل عشان مشروع كروي او رياضي عربي مشترك زي ما حضرتك قلت من اين نبدا التحرك او مين المسؤول انه ياخذ المبادره هل القياده السياسيه سواء في مصر او اي دوله صديقه لينا في المنطقه ولا القيادات الرياضيه رؤساء القيادات الرياضيه ده وانا انا بقول لسيد وزير الشباب يعني ده يعرض على وزراء الشباب وعلى طول ما في اجتماعات وزراء الشباب العربي اعرضوا عليهم خدت بالك انا النهارده ابتدي بس الفكره دي النهارده انا لازم نعمل الفكره لازم نستفيد ونعمل فكره مع بعض عشان نعمل مؤسسات حقيقيه لصناعه لعيب كره قدم يا اخي دايما بصوا على تاريخ ميسي ده واحد ما كانش يصلح نبقى انسان عادي من كتر اللي عنده مشاكله والتشوق عدلوه بس موهوب فانا بشوف المواهب امتى 11 و12 سنه
تخيل بقى انا لو شفت المواهب دي كلها في كل حته وانتقتها وعملتها وظبطتها ببرامج علميه حقيقيه وببرامج لياقه بدنيه حقيقيه والكلام ده كله هنبقى حدوته جامده. بالمره بقى ازاي نحل بيها مشكله تانية ان الاولاد دول نعمل لهم الفكره بيقولوا عليها وزراء الشباب ممكن يقترحوا ان نعمله منتخب 19 في الصيف اللي جاي ده ومش في انا ببعد عن السن اللي يبقى مع المنتخب في ارتباطات لان الخريطه الكرويه مليانه حقيقي ما تلاقي اي نادي عنده ارتباطات وبيخلص بياخد اسبوع ويبتدي تاني في الدوري وكلام انما لما اخد من السن الصغير دولت واعمل بيهم الكلام ده كله تتعمل بطوله تستضيفها مصر في الصيف وتتعمل تبقى على الشواطئ دي بطوله 19 سنه بالمنتخبات اخذت المنتخبات العربيه ديت اللي في 19 سنه واروح اعمل منهم منتخبات تانية من كل البلاد العربيه اول حاجه نعمل بها بجد جامعه الدول العربيه رياضيه بدل ما هي جامعه كده ورق على أو, او او اسم مختلف يعني مسمى مختلف لنفس المعنى اللي حضرتك بتشير اليه شكل جديد للتعاون العربي هو الفكره كلها ايه ان انا عايز حتى يا محمد احنا الشباب في الوطن العربي ما يعرفش بعضه انت عارف ده وبعدين الحرب اللي موجوده مش حرب على فكره مش على حد وحد لا الحرب علينا كلنا واحنا احنا كمصر كبلدنا بتاريخنا بحضارتنا بحجمنا بالكلام ده لازم نستحمل ان نبتدي حاجه زي دي وندعو لده ونعمل ده طيب ممكن بعض الناس رغم أهمية الكلام اللي حضرتك بتشير إليه دلوقتي بعض من يتابعك الآن أستاذ إبراهيم يقول طب ليه أنتوا بتفكروا في الدايرة أو اللفة الكبيرة دي أنكم تعملوا مشروع مستقبلي وأنكم تعملوا حاجة للمستقبل على مدار سنوات ممكن تحقق أهدافها بينما الأقرب هو أننا نبدأ نصلح المسابقة زي ما حضرتك بتقول دلوقتي أن نبدأ في كل المراحل العمرية نشوف إيه المشاكل إزاي نقرب أكتر من الكرة النموذج الناجح لكرة القدم في أوروبا إزاي نطبق شكل الاحتراف عندنا الحاجات اللي زي دي يا محمد بتبقى في خطط آجلة وعاجلة زي التعليم التعليم عشان يتصلح ياخد وقت طويل بس في خطط عاجله بتبتدي بيها بسرعه زي اللي اتعملت يا محمد اللي اتعمل الموضوع بتاع التابلت ده واللي اتعمل ده شيء من ورا الخيال مصر بتنقلت نقله مهمه جدا جدا اختصر الزمن ده عصر النهضه الجديد زي محمد علي ما عمل انت متخيل يعني ايه انك حولت حفظ لتلقين لتعليم تاني بقى خلاص بحث ومعرفه وتعليم رقمي الولد ملوش علاقه معاه تابلت كل علاقته ببنك المعلومات وبالاسئله والكلام ده كله ورابطين البتاع ده عشان ما تفتحش الاتاري والهرايس دي كلها شيء معمول هايل جدا طبعا لما تيجي تتكلم كان النخبه عندنا هنا وبقايا الثوار واللي بتاع ده كله بيتكلم يقول لك انتوا عمالين تعملوا طرق وعمال يعمل كباري وبيعمل مش عارف ايه احنا عايزين التعليم والصحه لما الدولة عملت كانت بتخطط وعملت مشروعين اللي اتعمل في الصحة ما اتعملش في تاريخ مصر المحروسة قبل كده اللي اتعمل في فيروس سي انك انت عندك بلد الفيروس بياكل اكباد المصريين انت بتتكلم على عدد كبير جدا بتتكلم على عدد كبير جدا من المصريين تلت الشعب المصري تقريبا قربوا يعني مش عايز اقول رقم انا مش عارف رقم بالظبط انما بياكل كبد المصريين لما تيجي والعلاج لما كانش ليه علاج اما امريكا عملت العلاج يا سيد الفاضل العلاج $100,000 كورس العلاج اللي بيعالج واحد طب احنا عندنا ب 30 مليون ولا اكتر يعني عايزين لهم منين هنجيب منين ده كله ومصر تشتري التصنيع تصنع الدواء هنا تاخد الحق وتصنع الدواء هنا وتبتعليمات من الرئيس وتيجي تعمل انك انت تقول ان انا هعمل ان البلد منظمه الصحه العالميه بعتت لمصر تشكر مصر اكبر نسبه علاج من المرض مصر اللي عملته اكتر من اللي عملته امريكا اللي هي اخترعت الدواء ده بيجي ناس من بره بس احنا عندنا خيبه ما بنعرفش نسوق ما بنعرفش نقول احنا في ناس كتير من بره جم عشان يتعلموا في مصر انجليز ودي حقيقه على فكره اما تيجي ده بتعمل ادي مشروع وانت بتعمل مشروع دلوقتي ان خلال سنتين تبقى مصر بس ليه يا استاذ ابراهيم رغم نجاح التجربه وانها مهمه جدا زي ما حضرتك قلت بس ليه اوروبيين هيلجأوا للعلاج هنا عشان هم غالي الطب متقدم جدا حضرتك بتتكلم عشان السعر عشان غالي توفر السعر عشان غالي هيدفع منين هيدفع منين ده النمرة 2 تعالى في الصحة الثانية تعالى شوف المشروع الثاني التأمين الصحي اللي معمول دلوقتي بيتطبق في بورسعيد وبدأ أنت بتنقل حاجات ده أمريكا لغاية دلوقتي منظومة التأمين الصحي لغاية دلوقتي واقعة في مشكلة كبيرة جدا عندهم فيها أنت بتعمل ما كانش عندك أي حاجة في أي موضوع في أي حكاية في أي حضرتك بتقول يعني إن إحنا بدأنا عملنا خطوات مهمة جدا في القطاعين اللي كانت الناس بتقول إن لازم إذا كان لازم البعض نعمل بيكر ده أنا لما بنيني في الرياضة هي الرياضة واقعة يعني هي أنا لما صدقني الرياضة واقعة الرياضة واقعة مننا لأن الرياضة عشان لا أنا لازم الدولة تتدخل لازم الوزارة لازم يتدخل ما سيبش حاجة اسمها اتحاد ما هو اتحاد الكرة بتيجي يتكلموا لك أنا علاقتي بالفيفا
وتيجي كلمة تدخل الحكومي في شؤون شؤون ايه؟ وانتوا لو ريتوا فتشتوا، ما هو اصل الفيفا ايه؟ ما هو الناس فاهمة ان الاتحاد الدولي ده يعني ده يعني الحته المقدسه اللي الغلط ما بيعديش من عليها، ده اكبر رشاوي تمت في التاريخ، تمت في بتاع ده المرحوم بلاتر والمرحوم بلاتيني والاتحادين الاوروبي والدولي والفساد اللي فيهم. ده الراجل رئيس الاتحاد الجديد، والراجل ده غيظني كل اسبوع حاطط على قطر. ما الزياره برضو الزيارات مهمه بتبقى فيها فوائد كتيره الزيارات. مطلع تصريح من كام يوم بيقول لك ان احسن حاجه اتعملت في تاريخ كاسات العالم اللي بتعمله قطر. يا عم يا راجل اختشى على دمك يا راجل، ده انتم مدين بطوله من 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 حاجات المهمه في بطوله كاس العالم ان المدن الخمس مدن تبقى بين المدينه والمدينه 200 ميل. طب هنجيب 200 ميل في قطر، ده هي كلها 17 ميل ولا 15 ميل، هنجيب من يعني المخالفات شائكه، ومع ذلك كنت بتدفع لهم بفلوس، ومع ذلك وكتمته عشان الرشاوي الكلام ده كله. انت بقى لما تيجي النهارده عندك مشكله تيجي تقول لاتحاد الكوره مين يحاسبه؟ عارف انت لو عندك مشكله يعمل ايه الاهلي؟ يبعت لاتحاد الكوره الشكوى. يعني انا ببعت لاتحاد الكوره اللي هو حكم وخصم ببعت له هو، قوم هو يبعت الاتحاد، الاتحاد الدولي فاضي عشان يقول لك ماتش تاجل وماتش بتاع، فيقول للاتحاد حلها انت. طب هو الاتحاد اصلا ما هي دي اشكاليه ضخمه جدا. دلوقتي الاتحاد المصري لكره القدم المفترض زي ما حضرتك قلت القواعد بتقول ان ما فيش تدخل سياسي في الامور الرياضيه، ده عالميا. تاني امر ان الاتحاد الدولي لو تم رفع شكوى اليه الا في الامور الخاصه بالتحكيم المالي، القضايا الماليه والعقود الموقعه اللي هي صريحه، بيعيد الامر نفسه الى الاتحاد محل الخلاف، الى الاتحاد المحلي يقول لا والله ده خلاف على امر محلي فيعيد الامر. من يراقب اتحاد الكره لو اخطا؟ من له الصلاحية عليه بعيدا عن أي تدخل سياسي في الأمور الكروية والرياضية؟ مفيش حد. طب والحل؟ ما هو أنا بحكي لو في خطأ نعمل ما أنا بحكي لك. ما أنت النهاردة الدولة كانت الدولة الأول بتتدخل، أنت مفيش حد حتى يقول، فلو اتدخلوا حتى يقولوا يا جماعة مش عارف يعني عشان خاطر كده يعني ودي، مفيش حل. من الذي ما حدش هيحاسب؟ بدليل اتحاد الكورة في الأزمة الأخرانية ديت اللي هي تلعب الكاس دي كاس ولا دوري الماتش، هو ما خدش باله ان النادي الاهلي ذات نفسه يعني النادي الاهلي كان من حقه بقول لك انا مش هلعب انا كمان عشان لعبت ماتشين اهو زي الجونه ده كده، ما خدش باله من ده، ما خدش باله وهو بيعمل الحدوته ديت. انت حتى عايز تغير ماتش بماتش، طب خد راي النادي، انما نادي يطلب منك ده تعمله من غير ما تاخد راي النادي الثاني؟ يعني ده من تكافؤ الفرص. حتى عباره قول له على سبيل مش كان عنده حاجه، مع ان النادي اللي يستحق هنا الافضليه في ان يؤخذ رايه هو النادي اللي عنده ارتباطات دوليه تضاف الى ارتباطه المحلي اللي هو الاهلي في الحاله دي. يعني هو ما خدش ما حطش يعني حصوه ملح في عين وشايف ان الاهلي بيلعب هيلعب من 2 فبراير ل 28 فبراير 8 ماتشات في 26 يوم، وده موت منهم ومنهم ايه ده هيطلع بعديه على منهم سفريتين ويطلع ده، ما خدش باله يعني كان ممكن التوافق. انما هي المساله لما تيجي هتشتكي له في ايه؟ هتشتكي له هو اذا كان هو اللي حط ده. طب انت بتتكلم ان بتقول لي انا هسحب الرخصه، وهي النقطه دي عايز اقف عندها، بتسحب ترخيص لانك انت اخليت باشتراطات النادي المحترف. طب الاتحاد الافريقي لم يرسل الاهلي بيلعب في بطوله الابطال، ايه علاقه بطوله محليه ببطوله الابطال؟ ولو فرضنا ان هناك علاقه اتنسب من بعيد كده هتبقى بالكونفدراليه، لان ابطال الكؤوس اللي عليها الماتش اللي كان عليه مشكله، يعني هتبقى بدي الاتحاد الافريقي لم يرسل اتحاد الكره يقول له انك انت تعاقب مشكله عندك تعاقب بيها، مش من حقه. انا بطل الدوري او وفقا للوائح مرشح ان انا العب بطوله افريقيه هلعب، ما حدش يقدر يمنعني. انت فاهم اللي عايز اقوله ايه؟ فهنا مين يحاسب؟ هتحاسب في ايه؟ ده حاجات كتيره بقى من دي. ما هو ده عشان بقول لازم يبقى فيه بصوره او باخرى. حضرتك هنا بتقول انه كان في تصريحات غير دقيقه لانها ما فيش ما يسمح للاتحاد المحلي بانه يمنع النادي من ممارسه حقه بالمشاركه في البطوله الدوليه او القاريه. ما هي دي فكره الخلط بقى الاوراق فوضى وخلط عشان الناس ما تحدش يبقى عارف حاجه. بيقول لك ده هيعمل منه، فيجي النهارده مثلا الجمهور قال يقول لك ده ازاي بيعمل ده، فيجي الجمهور نادي تاني يقول لك الله ده يا عم رجعوا عشان الاهلي، هو اصلا ما طلع هو في حاجه عشان يرجع ولا يروح. طيب هل لنا ان نتعلم شيئا من الازمه دي في الفتره الجايه يا استاذ ابراهيم؟ يعني الناس فرحت بتمسك الاهلي ومجلس ادارته، خد قرار قال انا اعلنت رسميا اني متمسك بموقفي، واستجابت الاطراف الاخرى، وصلنا في النهايه لانه سيتم تطبيق الجدول اللي تم ارساله من البدايه للاهلي، وهو ما طلبه النادي الاهلي قال انا ما طلبتش حاجه غير الالتزام بالجدول والقواعد اللي انا تم ارسالها ليه. فيما بعد ازاي نتلافى تكرار هذه الازمه؟ ازاي نقرب اكتر من اسلوب حوار ايجابي ناجح بين كل الاطراف
لصالح اللعبه ولصالح ان الامور تبقى مستقره. عشان يتم ده الاتحاد المسؤول او الجهه المسؤوله دايما في اي حاجه لازم اصلا لو في لجنه انديه محترفه 8 ارباع الهرتله دي ما تحصلش خالص خالص، لانها جايه منين؟ بتدي كشف جدول المباريات وحين ترجع تغيره، اديت فرصه ان نعترض عليه واللي بيعترض عليه واعترض قانوني بصح وحقه معاه، وبعدين بترجع في الكلام ده تاني. طب وانت خلاص بقى احنا بنهزر يعني، يعني انت قلت كذا واعترض ومش حلقه، وبعدين يعني حضرتك مش عايز قرارات اتحاد الكوره تبقى سيدي لترضيه هذا الكيان او ذاك ردود افعال، عايزها من البدايه تبقى استراتيجيه عمل سليمه. لانك انت هي مش شفافيه يعني، تبقى حاجه تبقى كلها مكشوفه، وبحط قرارات مسبقه. انا هو الاتحاد لم يعني كان انا في رايي انه مظلوم في الورطه بتاع ضغط المباريات، بس هو اخطر الانديه بهذا الكلام. كان في خطا ان انا ضفت بطوله زياده على جدول مضغوط طبيعي يعني، يعني البطوله العربيه كانت هتبقى الدنيا مش مربوكه قوي كده لو ما فيش الضغطه بتاعت افريقيا ديت، خدت بالك اتشقلبت البطولات الافريقيه اللي عملها الاتحاد الافريقي، فانت ضغطت وحطيت فوق الضغط ضغط، يعني قرار خاطئ لم يدرس. طب هل بيتم في تفاوض في بدايه الموسم ومع عمليه الاستعداد لوضع جدول الدوري بين المسؤولين في لجنه المسابقات او اتحاد الكره من جانب والانديه اللي هيبقى عندها ارتباط دولي يضاف لارتباطها المحلي، ولا ده صعب؟ انا بسال سؤال ممكن حضرتك تقول لي لا ده مستحيل في اي دوري انك تخلي الانديه تشترك في وضع جدول المسابقه، احنا عندنا بس انا بسال ده ممكن يكون حل ولا لا في بدايه الموسم؟ احنا عندنا لجان وعندنا احنا ما بنخترعش، اللوائح موجوده والنظم موجوده، وفي كل بلاد العالم جداول البطولات بتبقى معموله معروفه لسنه 2500، معروف انك الدوري بيبتدي امتى وبينتهي. بس الامور عندنا مختلفه، احنا عندنا شكل شبه على راي الاستاذ صلاح السعداني الفنان الجميل ربنا يديله الصحه والعافيه، احنا عندنا النظريه الشبهيه، عندنا شبه لجنه مسابقات شبه، فتكتشف ان هم طول عمرهم مشغولين في حاجات قد كده، انما ده الموضوع اكبر من كده. الموضوع اللجان اللي موجود، هل اللجان دي بتفعل بجد؟ لو انت بتفعل بجد كنت درست التراخيص الخمسه شروط التراخيص، فتكتشف ان الانديه فتبعت الانديه تقول له خلي بالك انت كده صمت، خلي بالك انت صارف فلوس قد كده وفين ايراداتك؟ ده غلط، ده هيحطنا كلنا في مشاكل بعد كده. هل حد بيعمل ما بيتعملش؟ طيب في هجوم شديد جدا بيبقى احيانا على بعض الشخصيات في الاتحاد او في لجنه المسابقات ويقولوا دول بيجاملوا نادي او كيان او مؤسسه او حتى شخص، والبعض الاخر بيقول يا جماعه اللجنه دي مظلومه جدا ما عندهاش افضل من كده، بدليل ان حضرتك بتلاقي كيانين متنافسين في الدوري في نفس الوقت بينتقدوه مش راضيين عن ادائها. فهل اللجنه هي تقصد انها تميل لنادي على حساب الاخر او تجامل فلان على حساب علان، ولا ده قله خبره ونقص في الخبرات بيخليها مش قادره تعمل كده؟ يا سيدي القانون احنا الامور بتدار بقوانين ولوائح، اطبقها يا رب كلهم يبقوا زعلانين انا بطبق ده وابقى واضح في ده، انما لما اطبقها هنا واعمل مش واخد بالي هنا عند هي المشاكل بتيجي من هنا بيبدا بقى يفتح باب الجدل. ايه سبب ان الامور مش واضحه او مش محدده؟ طيب خلينا نتكلم شويه مع حضرتك عن الفتره اللي جايه. هل حضرتك شايف انه ممكن نوصل لهذا السيناريو لو ربطنا الاطراف او حلقات الحوار حول هذا الامر ببعضها مره تانية، واعدنا عرض بعض التجارب اللي كان قام باستخدامها النادي الاهلي الى مصر وقاد فيها الانديه المصريه من اكتر من 10 او 11 سنه، لاننا نحاول نطبق نموذج دوري محترفين حقيقي في مصر ونبدا نعمل النادي الاهلي اول من انشا شركه وبدا يتكلم عن نشاط شركات لاداره كره القدم ونشاط يطبق قواعد الاحتراف عالميا، امتى نشوف ده في مصر؟ خلال قد ايه؟ هل احنا بنتكلم عن حلم او حاجه بعيده المنال، ولا ممكن هل اتحاد الكوره عنده استعداد انه يعمل ده؟ ما هو الحكايه بتبتدي وتنتهي باتحاد الكوره. هتقول لي مين؟ ما حدش بيحاسبه، ما حدش يقدر يحاسبه، هو فوق. ما اتحاد الكوره عمل ايه؟ اتحاد الكره لما اتعمل القانون الجديد بعتوا له زي ما بعتوا لكل الاتحادات غير او كيف اسمها بيسموها يصحح اوضاعك. يعني ايه يصحح اوضاعك؟ ان انا اعمل لائحه وان انا اعمل انتخابات. اتحاد الكره قال لهم انا عملت انا عندي لائحتي وعملت انتخاباتي قبل القانون ما يطلع، كان المفروض القانون لما يطلع يدوب بهذا الكلام. حد يقدر على اتحاد الكره؟ طول ما يعني حضرتك بتقول لابد من استجابه من الدوله من وزاره الشباب والرياضه ومن الاتحاد المصري لكره القدم، يبقى في رغبه في تحقيق هذا. هي الموضوع مش بالمزاج يا انا حضرتك بتقول لازم نلتزم يا بقى. الموضوع مش بالمزاج، انما انت حاطين عشان كده هم بيغيروا القانون. لازم ان انا في حته سلطه تجبر ان حد لما الاقيه بيروح كده يقول تعالى. طيب حضرتك عايز تشريع بيفرض الامر، ده موضوع يبقى فيه بس يا جماعه. والمساله بلاش البعوه حكايه اللي يقول لك الاتحاد الدولي بيتدخل واتحاد،
طب فين الاتحاد ده الناس بتوع الشرعيه والكلام ده كله؟ ده امريكا بعتت ضباط المباحث بتوعها قبضوا على اعضاء اتحاد الكوره الدولي في سويسرا. ولا حد قال تدخل ايه؟ هم لما لهم مزاج زي حواديت حدود حقوق الانسان وزي لما بيعملوا اي حاجه، لما لهم مزاج يعملوا حاجه بيعملوها. وبعدين انت المنظمه اللي انت بتشتكي لها في الاخر هي منظمه فيها فساد، ما حدش يقدر يقول ولا لا ما فيهاش فساد. وحيدان الفساد ده لحاله قدامنا النموذج انك انت تسند لدوله لا تستطيع حجم ولا بتاع ده تسند تعمل كده. يعني حضرتك عايز تحرك لايجاد او وضع تشريعات رياضيه وكرويه مصريه تتوافق مع اللوائح الخاصه بالمحترفين انها تبقى متطابقه. يعني انا ازاي انا ادير ازاي انا ادير بطوله بالدوري المحترف وبقى عندي محترف؟ هل اتحاد الكره نفذ تعليمات الاتحاد الافريقي؟ ولا حاجه، ولا حد يتكلم. ما انت ما المساله الصح ايه زيتها قرايب واصحاب وانا سايب يعني برضه يعني. وبعدين احنا مصلحتنا اتحاد الكوره يبقى كويس عشان تبقى الكوره عندنا كويسه، مصلحتنا في ده. يعني المساله مش ضد حد. وعلى فكره احنا نستطيع في اطار هذا النظام في شخصيات محترمه جدا في اتحاد الكوره نقدر نعمل ده. انما في الاول وفي الاخر عندما تكون الجمعيه العموميه التي تاتي باتحاد الكوره ما لهاش علاقه باغلب الانديه اللي فيها ما لهاش علاقه حقيقيه بكره القدم لازم بنتج ده. طيب في بعض الناس شايفه ان الدوري افضل رغم كل المشكلات اللي حضرتك تطرقت اليها طبعا وهي موجوده بالفعل بنسمعها كل يوم. في ناس شايفه الدوري افضل من المواسم اللي فاتت، في منافسة أكتر، في سخونة أكتر، في الجماهير مترقبة وبدأت تتابع الماتشات. وكمان ملاحظة قالها كابتن علاء نبيل معانا منذ قليل على الهاتف لما قال إنه مستر أجيري وجهازه الفني فتح باب الطموح لكل لاعب وإنه مش بيختار من ناديين أو ثلاثة بس، بيختار من كل أندية الممتاز ومركز وعينه متابعة كل الفرق وكل عنصر مميز يستحق التواجد في المنتخب. حضرتك شايف إيه؟ وإيه اللي ممكن يكون عوامل مؤثرة في الفترة الجاية تخلي الدوري عندنا أقوى وأحسن؟ وانت بعد الفلوس اللي صرفت والملايين اللي صرفت دي مش عايز يبقى الدوري يبقى كويس يعني؟ احنا يهمنا جدا ان الدوري يبقى كويس بس في الاخر بيصب في صالح الكره المصريه. يعني انا لو مسؤول وعندي مشكله في مراكز معينه اجي على طول اقول مثلا لا ده انا هحدد كذا هعمل كذا. الدكتور حسن مصطفى لما كان رئيس اتحاد كره اليد وهو بيرفع مستوى اللعبه أكبر الأندية كلها أنها تلعب بخطة لعب معينة موحدة الأندية عشان المنتخب الفترة ألعب في الدوري لأن أنا عامل الدوري عشان إيه الدوري عشان أشوف مين اللي كسب ونقعد يعني نقعد نتخانق مع بعض نص سنة ونقعد نعاير بعض نص السنة الثاني وهو ده كده الموضوع. الدوري معمول عشان في الآخر يصب يطلع لي لعيبة جديدة يرفع لي مستوى اللعبة ينعكس يعني عشان يبقى المنتخب لازم الدوري يبقى في خدمة ده. المؤكد إن إحنا ظروفنا دلوقتي يا رب إحنا بقى عندنا لعيبه بره احنا بس المفروض يبقى عندنا 50 60 70 80 بالنسبه ان احنا 100 مليون لعيب بره محترف. هتقول لي ليه؟ اقول لك لانه هيتعلم سلوكيات صح وهينضبط صح وهيمشي صح. يعني هو هناك هيظبطوه كلاعب هيبقى عارف خبره رهيب خبره لما تروح تلعب انت في كاس عالم فتكتشف ان الناس دي حاجه تانية خالص انت ما بتحتكش بيهم في اي مسابقات الا بتاعت ابطال الدوري بماتش واحد لما تلعب في المباراه اللي بتتعمل بين ابطال القارات ده كاس العالم للانديه بتلعب ماتش مع الفرقه الكبيره اللي جايه ما بتلحقش تحتك بيهم. فاحنا عندنا انا النهارده بقول الدعوه عندنا دوري معاك ممكن مستوى احسن ماشي عندنا دوري يقدم لنا لعيبه جديد اللي قاله الكابتن علاء نبيل طبعا كان هايل جدا. وانا هنا كنت بلوم على 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 اتحاد الكوره ما هو المنتخب ده مش وظيفه يعني مش ناس اتعينت وخدت وظائف وبقى لهم تامين وما تقدرش تشيلهم ده بكلمه منتخب يعني ايه؟ انا بنتخب الافضل في هذا الوقت اللي لعب بطوله معينه فالراجل ده عامل كده هو بيدور. واصلك انت لو ما حركتش الاساسي اللي موجود وبقى في ظهره اتنين تلاته جامدين هيقع منك هو خلاص واطمن ان مفيش غيره ومفيش بديل فيلعب وده غير مستوى زي ما قال علاء نبيل والنقطه دي لازم نتنبه ليها وقربوا من 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 يعني من كل الاعلام يتنبه ليها من الزملاء كلهم الموجودين ان احنا عشان الناس ما تضغطش على المنتخب علينا ان نعلم ان احنا في المنتخبات الافريقيه مش دعوه للياس ولا للهزيمه انما علينا ان نعلم نبقى زي اي ناس متحضرين في العالم بنلعب بطوله مش المانيا كانت بتلعب على ارضها وما خدتش البطوله الناس ما زعلتش وشوفوا كملوا عادي انما نبقى عارفين ان احنا ما نحطش ضغوط اكتر من اللازم وخاصه ان فعلا الراجل جاي بعد هم كبير جدا كان عنده وبيغير المنتخب كله وبيغير الفرقه كلها عايزين نساعده في ده.
طالما اتحاد الكوره وصل في بعض المواقف، واحنا مش ضده انه لو كان على صواب، لو كان على صواب في موقف وبيقول انا هطبق القاعده بمنتهى الصرامه ويلوح باقصى درجات العقوبه، بيقول بيهدد بتجميد انشطه نادي او اخر، مش هنا بتكلم عن الاهلي لانه اعتقد انه جنبه الصواب في هذا التصريح او هذا التلويح بسحب الترخيص، لكن بشكل عام هو بيتكلم عن اعلى درجات التشدد في التعامل مع اي نادي يخالف اللوائح. فهل يمكن ان نتبع في الفتره الجايه عمليه الكشف عن حسابات كل انديه الممتاز، انديه كره القدم في مصر، معاملاتها الضريبيه، امورها الماليه، ارباحها، خسائرها، لنقف على الموقف المالي وسلامته لكل المشاركين وكل اطراف دي مسؤوليه اتحاد الكوره. هو لم يفعل ذلك لحتى اللحظه اللي انا فيها لصالح الكره المصريه. احنا كمان لازم اتحاد الكوره ولازم كل الأندية تساعد في ده، لازم نرجع سقف العقود اللاعبين تاني للوضع الطبيعي بتاعه، لأن أنا ما عندناش لعيب اللي بيساوي بالنسبة لدخلنا وحاجتنا وفلوسنا 45 مليون و50 مليون والكلام الهرتبيلة ده. أنا معنى كده أنا إيه، هقفل الأندية الشعبية؟ ما هم هجيبه منين؟ ما دي إشكالية كبيرة على اتحاد الكرة بيعمل ده، وعلينا نتكاتف جميعا نرجع السقف ده لحدوده الطبيعية المنطقية لصالح الكرة المصرية وصالح الأندية وصالح الكرة المصرية. طيب سنعود بعد الفاصل لإكمال الحديث مع حضراتكم ومع ضيفنا الكريم الأستاذ إبراهيم حجازي، ونتكلم عن مفهوم الاستثمار، ماذا يعني الاستثمار في العالم في أي نشاط رياضي أو في كرة القدم في مصر أو في أي بلد آخر، وكيف يكون إضافة حقيقية أو تكون له نتائج وعوائد إيجابية على اللعبة فنيا وعلى تطويرها، محل الشراكة نفسها أو الاستثمار، وعلى مستوى تطويرها تسويقيا وماليا ونجاحها من الجانب المالي لتكون مشابهة للنمط الاحترافي الناجح في العالم. فاصل ونعود. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم من خلال الاهلي ليله ومع ناقدنا الرياضي الكبير استاذ ابراهيم حجازي. بنعرض على حضراتكم بعض الامثله كيف تم تنفيذ هذا البرنامج لتوفيق الاوضاع ماليا الخاصه بانديه المحترفين على مستوى العالم. حتى ما تكونش الامور تعجيزيه، بدا تطبيق الامر في 2011 وكان في قبول في البدايه حتى توافق الانديه اوضاعها ان يكون الامر مقبول فيه الخسائر سنويا بنسبه 45 مليون يورو، ده 2011 2012، وتم العد بشكل او الامر اصبح قياسه بشكل متناقص وصولا الى الصفر، وانها تبقى بالايجاب او بالجانب اللي فيه ارباح لحساب كل نادي. هذه الخسائر المسموح بها اصبحت 30 مليون يورو فقط بعد 45. السنه اللي بعدها 2012 2013 اصبحت 30، 2013 2014 اصبحت 15 مليون يورو، وهكذا وصولا الى انه اصبح لا يمكن القبول بخسائر لاي نادي، فضلا عن معارضه فكره تعارض المصالح او تداخل المصالح او ما يطلق عليه عالميا الكونفليكت اوف انترست، وان شخص يمتلك اسهم في نادي ويكون يعني له علاقه ماليه او في مجلس اداره او يقود نادي اخر، هذه الامور حتى نضمن اعلى قدر من الشفافيه وفقا للقواعد اللي حطها الاتحاد الدولي. تعليق حضرتك يا استاذ ابراهيم، وانه كل برنامج ممكن تطبيقه بشكل تدريجي وعلى مراحل. هو ما هو ده اتعمل، وانت حتى في الرخصه اللي بيديها لك هو A و B و C. سيدي طبعا بعيد عننا خالص انك انت عندك استاد، والاستاد ده بقى معمول له اشتراطات، الذين بقى الاشتراطات الحقيقيه انك انت بتعمل ده. يا رب يجي اليوم اللي نعمل ده ونوصل فيه ونقدر نعمل ده لو احنا عايزين يعني. انما النهارده في الاول وفي الاخر الاشتراطات ما تزعلش حد. وهو النهارده في الوضع بتاع اللي انت عارف، في امريكا لما دخلوا كره القدم بتاع ديت مش بتاعتهم، عمل سقف الانديه ميزانيته ما يتعدهوش الا في حاله لو كان جايب لعيب عالمي زي بيكهام، زي اي مش اللعيبه اللي بتروح تلعب بتبطل هناك دي. فهو بيعمل ده ليه؟ لان اي حاجه غير كده هتتحول لحدوته ثالثه خالص. احنا عندنا ما تستحملش الامور عندنا ده. وعندنا انا عايز اقول احنا عايزين توضيح اكتر من حضرتك للساده المشاهدين بشان فكره تصنيف التراخيص من A ل B ل C، وهل ممكن الارتقاء من النادي يرتقي برخصته الخاصه بممارسه النشاط من تقييم لاخر؟ لا، ما هو ده وفقا للامكانيات بتاعته. يعني انا في الرخص اللي عندنا بتاع الاتحاد الافريقي اللي عمل، اللي هو حتى بعت الاتحاد المصري يقول له انت عملت ايه، ما ردش عليه. انت حاجات كتير متساهل فيها. ماشي، عندنا ظروف يعني، في نادي ما عندوش ملعب مش مشكله، هو ما عندكش ملعب، ما النادي ما عندوش، الاهلي ما عندوش ملعب لسه ما عملش، انما بيقدر ملعب ويبقى عنده عقد لمده سنه. انت بقى لما تيجي تعمل استاد،
انت بتبتدي بتعمل منظومه في الاستاد ده لازم يبقى فيه مستشفى. اصل الموضوع ما احنا عشان نعمل ده يا ريت نبقى نجهز في مره الجزء ده عن اي عن اي ملعب في اي استاد في اي حته. لا ده حكايه الموضوع اصل ده دي صناعه وبيصرف فيها جامد جدا واحنا شايفين اللي بيحصل ده. احنا عندنا بنقول طيب يا رب ان احنا نلتزم بالاشتراطات اللي احنا عاملينها ونطور دي عشان نعمل هذا الكلام. يبقى لازم بس اعمل اللجنه المحترفه لجنه الانديه المحترفه اللي تدير الانديه المحترفه بدل الوضع القائم ده. دي خطوه ممكن الدوله تدخل داخل تقول له لازم تعمل ده لانه لو ما عملش ده ده في اخلال. ده يبقى هنا اتحاد الكوره بيخل بواجباته بالاشتراطات اللي موجوده وبيتقاعس عن انه ما ينفعش الانديه تضرب بالطريقه دي ما ينفعش يعني. فاحنا بس نفسنا زي ما بيقولوا ايه نتحط على اول الطريق ونبتدي الطريق الصح ونبتدي نتحرك خطوه خطوه. وبعض النماذج برضو للعقوبات وتدرج العقوبات في حاله عدم الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف هي عناوين سريعه جدا: الانذار، التوبيخ، توقيع غرامه، خصم النقاط، حجب ايرادات المشاركه في المسابقات الاوروبيه، ده بالنسبه لانديه اوروبا طبعا، حظر تسجيل اللاعبين الجدد في مسابقات اليويفا، تحديد عدد اللاعبين المسجلين في المسابقات الاوروبيه، حدد ذلك مع باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، والحرمان من المشاركه في البطولات الاوروبيه في الحاضر او المستقبل القريب، حدث مع اي سي ميلان، وتجربه النادي تجريد النادي من احد القابه، ولنا امثله كمان في انديه اخرى تعرضت. تشيلسي لسه واخد عقوبه من كام يوم، تشيلسي واخد غرامه مش عارف 300 وكام، وانتر ميلان وقعت عليه عقوبه، لا ده عقوبه برضه على وعدم قيد حد لاربع مواسم قيد في الاخلال باي شرط من شروط هو الفكره حط نظام حط لوائح وطبق. طيب مفهوم الاستثمار احنا نوهنا عنه قبل الفاصل، كيف يكون حضرتك تعلم قد ايه دلوقتي مصر على مستوى كبار المسؤولين في الدوله والقياده السياسيه وكل المسؤولين في القطاعات كلها مش بس الرياضه بنشتغل على تحسين مناخ الاستثمار او بنبحث في تعديل التشريعات عشان فرص جذب استثمارات عربيه المؤتمر وده من الامور الاقتصاديه اللي هتناقش طبعا في فعاليات المؤتمر في شرم الشيخ. كيف نجتذب استثمارات عربيه واجنبيه إيجابية وتضيف الكثير للمجال الرياضي والكروي في مصر؟ وإيه الشروط اللي حضرتك شايفها حتى يكون هذا الاستثمار أو ذاك من شخص أو مؤسسة أو كيان هي شراكة حقيقية وإضافة إيجابية للرياضة المصرية؟ أنا في تقديري زي ما بنيجي نقول إن إحنا عايزين نصلح أي مجال دايما في الإصلاح أنت بتيجي تقول إيه مثلا إحنا عاملين من 100 سنة بنسمع عن حدث ما حول الأمية وجهاز كده وبيصرفوا فلوس والكلام ده ومع ذلك الأمية بتزيد. طب انا في تصوري لو انا عايز اكافح الاميه اعمل ايه؟ طيب انا افرض بنيجي نحصر العدد اللي عندنا، افرض انه 1000 بدا اشوف المتوسط السن بتاع ال1000 ده ماشي ازاي تمام، بعمل له تدرج. انما اهم نقطه في العلاج ان انا امنع تسرب عدد جديد لدول، ما اخليش ال1000 يبقوا 1000 واحد، يعني اعمل جهد كبير جدا واصرف كتير جدا عشان ما ازودش ال1000 يعني ده المبدا الاولاني. انما ايه الفايده ان انا عمال افك في اميه 50 وكل سنه بيخش لي 100؟ يبقى اول حاجه امنع اللي بينضموا لده. اما ده انا عايز اصلح في الكوره او اعمل استثمار في الرياضه او الكلام ده كله، لا انت النهارده عايز تعمل عماره برج مستوى عالي، يعني برج يعني المستوى العالي انك انت تبقى مستوى كوره زي المستوى اللي موجود بره ده، اللي عندك اللي موجودين عندك دول فرز ثالث، هم مخلينا في الحته دي لو صرفت عليهم مال قارون ممكن يطلعوك سلمه. طب ما تيجي بقى نعمل الاسمار في اللي طالع من تحت، اعده صح بقى الحته اللي هو بنفقدها اللي هو بسبب اللي فوق ده اصله مش هو مش متهم مش جاني، هو مبني عليه ما لقيش حد يعلمه وهو صغير ومحدش يدربه وهو صغير ومحدش يقول له ايه كذا وكذا وهو صغير، فانا ما حاسبوش انت مستواك كده ليه؟ لان انا اللي عملنا فيه ده. انا بقى اللي ما اتعملش لدول ابتدي اعمله للصغيرين. يعني انا لو عايز اعمل استثمار بجد واتمنى ان ده يتم بجد وده يتم بتعاون عربي تمام طيب في الرباعي اللي موجود مصر السعوديه الامارات والبحرين. انا النهارده انا عايز اعمل كره قدم، لا وممكن الكويت وفي عدد من الدول يعني حضرتك بتقول كل من يرغب المفروض ان في تنسيق تعالوا عايزين نعمل ده فبنعمل ده كله عشان نعمل مع بعضينا بخبراتنا مع بعضينا وندعم بعضينا لان ممكن تبقى في حاجات عايزينها. بس هعمل حاجه بجد ان انا ازاي اصنع كره قدم بجد، لعيب كره قدم بجد. انا محتاج خبراء من بره، محتاج ناس بتوع لياقه بدنيه من بره يحطوا لي برنامج، لان انا بعمل برنامج 5 سنين من 11 سنه ل 16 مثلا،
ازاي اعمل ايه اللي هعمله؟ طب ايه اللي هيجتذب الفلوس دي من دوله عربيه شقيقه او صديقه لنا الى الاستثمار في مصر مش داخل البلد نفسها؟ لان اللعيبه ديت عشان المواهب اللي عندنا، لان اللعيبه ديت المؤسسه دي لو عملناها وعملنا واللعيبه ديت، ما اللعيبه ديت جزء منها هيلعب والجزء الثاني هيطير بره وهيطير ببلاش، ده اللي الصرف ده كله هيرجع قدوا 10 مرات عوائد فني ومالي، فنية ومالية طبعا يعني. عائد فني على المنتخبات بتاعتك وعائد مالي عليك انت كله. وفكرة الشراكة هنا، لان انا انت بتعمل ده، ما ده دي من الحاجات ودي حاجات قرب. كرة القدم لغة بيحبها الناس كلها وبيكلمها الناس كلها وبيفهمها الناس كلها، وتقرب الناس من بعض وتقربنا كعرب من بعض لو استخدمناها صح. ما استخدمناش ان احنا نكيد بعض، نستخدمها ان احنا نصنع حاجة عايزين نصنع، واحنا هنقعد طول عمرنا بنروح كاس العالم عشان تمثيل مشرف، عشان التمثيل المشرف، ليه ما نروحش كاس العالم ونعمل ده زي مع بعض؟ ده انا في رايي مع بعض. ليه بقول كده؟ ليه؟ لانك انت في البلاد العربيه في هيبقى العدد قليل، انما هو احتكاكه مع العدد الكبير هيرفع مستواه في الفتره التعليميه وفي الفتره دي، ويبقى النهارده بعمل اعملها حاجه احتراف بجد، حتى الولد حقده خلاص انا هطلعه من هعلمه، يعني انا حابب اعلمه عندي، الولد ده هيعيش معايا 5 سنين دول ملوش معزل عن اي حد، انا هعلمه واكله واشربه وكل حاجه. فدول وارد يبقى المعسكر ده موجود في الصيف في مصر، موجود في هنا، خلاص الولد ده باخده لان انا بصنع لاعب كره قدم. محتاجين يبقى عندنا تصور رؤيه، ومحتاجين سقف طموحنا يزيد شويه. ما هو ده احنا عندنا مواهب، عندنا اقسم بالله المواهب اللي ظهرت في مصر وفي البلاد العربيه مواهب جامده جدا، يعني انا مش عايز اذكر اللعيبه عشان ما حدش يزعل مني، انما يعني انا مثلا ماجد عبد الله عشان كان في اعرفه كويس وبتاع، وغيره نجوم الكره العربيه لعيبه جامده جدا. طب ليه ما عدناش الحته دي؟ لانه ما تعدش صح من في وهو صغير، وما تحطش في النظام الصح وهو صغير. احنا مواهبنا بقى لو انا لحقت بقى المواهب دي كلها من السن الصغير لا هعمل منهم اعظم لاعبين على مستوى عالم طبعا. واحنا نقدر نعمل اللي نقدر بقى نعمل الحكايه دي، تاخد مننا لو عملنا من بعد شهر او اتنين وكلام بدأنا نشتغل، تاخد البشاير بعد 3 سنين و4 سنين لما يبقى عندك مواهب وعديته صح وكده هتلاقي بقى ده. لو بدأت اعد لاعب دلوقتي في اكاديمية حقيقية اختارت افضل مواهب من سن 12 سنة، حضرتك بتكلم يبان على 16 17 ممكن يبقى 13 الا موهوب خلاص، انت بس المسألة انك بتثقله بقى فنيا وبدنيا صح زي العالم ما بيعمل، اللاعب المميز بيبدأ يبان فعلا الموهوب. تخيل بقى لما يبقى عندك، تخيل الدعاية للعرب قد ايه لما يبقى عندك 20 30 موهبة بره. شوف صلاح عامل ايه لوحده، وبعدين تشوف هينعكس على الكره المصريه فنيا قد ايه. هو ده الاستثمار، انما انا اجي اصرف على اكواد عملت افادني بايه؟ يعني حضرتك بتقول دي افضل دعايه لينا للرياضه المصريه والعربيه. ده اعظم استثمار، اعظم استثمار رياضي، ده العرب ده اعظم استثمار رياضي. وازاي ده بدايه ان يخلي كره القدم هتبقى هي النشاط الذي يجمع الدول العربيه ولا يفرق الدول العربيه. طيب. عندنا توجه لنوع تاني من الاستثمار الا وهو التوسع الانشائي، تجربه النادي الاهلي، دراسته لمشروع الاستاد، عروض بيتلقاها في الفتره الاخيره ومباحثات الى اخر هذه الامور. فكره انشاء استاد عالمي او بمواصفات عالميه، واحد من افضل الاستادات في العالم، حضرتك شايف انه ما سينفق عليه والاستثمار فيه وتسويقه عالميا والدخول في شراكه مع كيان اقتصادي كبير ليكون شريك للنادي الاهلي في هذا المشروع الناجح ان شاء الله، هل عشان نعمل نماذج زي دي مش محتاجين بقى الناس تغير فكرها ونبدا نستمتع بكره القدم ونبدا نعرف نتنافس من غير عصبيه، من غير خناق، الجمهور يستمتع زي ما بيشوف الجمهور الانجليزي بيتابع الماتشات؟ يعني اعتقد في حاجات كتير محتاجه تتغير. شوف لف وروح بقى للاعلام. من الذي مين اللي بيكون؟ مين اللي بيعمل احتقان؟ ومين اللي بيعمل مشكله؟ جزء كبير من الاعلام. لازم نبقى عارفين انا بعمل استاد، الاستاد اللي هعمله ده انا عامل اصل مش استاد، ده الاستاد ده فيه مليون حاجه. يعني مش حدوته كوره، يعني انا النهارده بشوف استاد ممكن يبقى فيه فندق، ده حدوته لوحده، ممكن يبقى هو خلاص في مركز طبي موجود بيه اللي فيه مش عارف ايه، في ايه في ايه في ايه في انشطه كتيره جدا، مقر معسكرات تدريب او مكان اقامه وتدريب. يعني هو ده مكان بيطلع فلوس. خدت بالك؟ ده مكان بيطلع فلوس عشان اعمله، يعني بطلت حكايه ان هو ملعبهم بيلعبوا لا 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 لا، ده مكان بيطلع فلوس. وازاي اعمل ملعب بجد بنليله بجد بدفيها من تحت بجد عشان تبقى زي النليله اللي بنشوفها بره؟ هو احنا يعني ده احنا عندنا الشمس في الصيف وطول عندنا شمس طول السنه، ومع ذلك انت شوف البتاع دي، لان البرد بيهلك النليله دي. هم عاملين شبكة تدفئة تحت. طب مين اللي ممكن يقود تغيير سلوكياتنا او ان احنا نرجع للشكل اللي ممكن يساعد على
ان الجمهور او الاستاد يتملي جمهور في الفتره الجايه ونشوف جماهيرنا في الاستادات ونشجع فكره لازم الاحتقان اللي موجودة فورا ينتهي. يعني ينتهي بصوره او باخرى ولو بتدخل لازم ينتهي. المصلحه مين ده؟ احنا عندنا بطوله بعد 14 و15 اشهر عايزين الدنيا كلها ده هي كونك تنظم كاس الامم الافريقيه زي ما علاء كان بيقول ده نجاح في حد ذاته ده حد مكسب. الله ده احنا مصر يا اخي. الله بقى معقول احنا من 2006 من 20 سنه ولا شوف من امتى بس الستة دي لغايه دلوقتي عاملين بطوله كانت هايله نيجي مثلا لا 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 لازم نعمل ده. كل النقاط الاحتقان ازاي تتطفى ده كله وازاي يبقى في لغه تانية نتعمل ده في دور على الانديه وفي دور على اللعيبه ذات نفسها ان هم يبقى هم حمل على النقاد والاعلاميين والاعلام طبعا انما اللعيبه بدايه من اللاعبين في الملعب انت بتلعب بتنافس ما نشوف بره يا اخي بعد الماتش كله اي بيسلم على بعضه. طب دور الجمهور يا استاذ ابراهيم دور الجمهور ما هو الجمهور لو اللعيبه عملت كده والاعلام عمل كده الجمهور هيعمل. احنا شعب جميل انت حد هفتكر ايه يعني حتى لو في شباب وكل ده سهل جدا. اصل المساله مش جنسيه يعني انت اهلاوي مش جنسيه او زملكاوي جنسيه انت منتمي النادي وانا بحيي هذا الانتماء وبطالبك بيه بس الانتماء ده جزء في انتماء اكبر وقوه دفع انتماء اكبر علينا ان نحافظ عليه. عايزين نعمل ده نقدر نعمل بطوله ما اتعملتش نقدر يقدر يبقى عندنا الجمهور مغطي كل الماتشات في كل المباريات وفي كل حاجه بسلوك رائع نقدر نعمل كل حاجه. طيب الضوابط طالما حضرتك طول الوقت بتقول ان احيانا بنحتاج ضوابط من الدوله نفسها ضوابط وقبضه قويه تنظم الامور او ترفض التجاوز مش بنقول انه احكام على الراي او غلق المساحات المتاحه للراي. هي علاقه الضوابط هتفكرني بتوع حقوق الانسان في فرق ان واحد قتل زي ما عاملين مناحه على الناس اللي اتعدمت عشان قتلوا النائب العام ده الراجل اللي قتل واحد قتل لازم يتعدم ده القصاص يعني وما فيهاش ومعترفين وكل حاجه يقول لك الحريات والحق بيموت لا خالص ده وانا لا انا لما يجي في الاحتقان ولا واحد بيعمل لا اللي قصدته حاجه ثانيه يا استاذ ابراهيم قصدي الناس اللي بتقول انه مع مساحه الابداع المتاحه وحريه الراي المتاحه ما لم تكن فيها جرم او مخالفه للقانون انت حر ما لم تضر ازاي بقى نحط ضوابط عشان نخلي لغه الحوار في المواقع والاعلام الرياضي انت حر ما لم تضر اتكلم زي ما انت عايز بس ما تقولش حاجه تجرح مشاعر الناس فهي الحريه ايه ولا كنت حر ما لم تضر اكبر قيد على الانسان الحريه يعني محتاجين تشريعات تطبيق هو مش تشريعات اصل كتر قوانين المساله احنا عندنا قوانين في كل حاجه على فكره و8 ارباع القوانين دي بتتكسر يعني انت ماشي بالمشقلب في الشارع ده مش عندك قانون ليه 1000 جنيه وساعه شهر سجن مش عارف ولا قد ايه فانت في الجزء الاولاني الثقافه بتاعتنا سلوكياتنا احنا انا 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 ضميري فين انا ما خالفش عشان ما ينفعش ان انا اخالف انا ما اشتمش عشان ما ينفع اصل سهل الشتيمه سهل قوي انك تشتم اي حد انما صعب جدا انك انت تقول كلمه طيبه فاحنا لا استاذ ابراهيم مساحه التجاوزات والسب واللعن والقذف والشتيمه بلغتنا العاميه الجميله خلال ال 10 15 سنه اللي فاتوا امر غير مسبوق في مصر اللي شفناه في الوسط الرياضي بعض الصحف بعض المواقع بعض البرامج والمنابر الاعلاميه الناس طبيعي بتتاثر بده كيف نغير ده الناس ده بتقول مش كفايه حسن النوايا لازم قواعد في 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 جزء كبير النهارده جزء كبير على 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 الناس المشاهير النجوم والمشاهير اللي الناس بتحبهم لازم يبقى لهم دور. تخيل انا هاخد نجوم الكوره لعيبه الكوره في الاهلي وفي الزمالك وفي كل الانديه اخد كل لعيبه الكوره بيطلعوا بيتكلموا يعني هم يبقى دول بعمل حمله عشان يكلموا لا انا ضد انت شر انا ما تشتمش يعني انتمي زي ما انت عايز بس ما تعملش كذا لا يعني دول اللي هيأثروا. يا سيدي الفاضل السينما او كل ادوات الثقافه والحاجات ديت اكتر حاجه هي دي اللي بتشكل راي عام هي دي اللي حتى لو ما كانتش يعني انت مجموعه الافلام اللي كانوا بيهدوا بها مصر في ال 20 سنه اللي قبل 2011 او 22 سنه اللي هي خلقت الحاله اللي موجوده دلوقتي دي كلها لما تبص عليها دلوقتي ده كانت دعوه صريحه بتفك مجتمع دعوه صريحه يعني بتقول لكل طفل وكل شاب ان ما فيش ست شريفه في مصر ولا راجل شريف في مصر كانت دعوه صريحه. انا النهارده اقدر ده بنجومي هو قيمه النجوم احنا عندنا انا في نجوم الفن المفروض ان نجومه في نجوم الكوره يعني نجوم الفن عشان رسالتهم اكبر ورساله كبيره ومعنى يعني اغلى ما نملك وعلينا ان نحافظ عليهم هتلاقي في المقابل في حرب تجريف ليهم. الحدوته اللي حصلت ويمكن اتكلمنا الاسبوع اللي فات ده مش فاكر انا بنسى اللي هي البنتين اللي طلعوا مش لابسين حاجه دولت انت لما تشوف الهدف ده ما اولا لازم نقابه المهنه التمثيليه مش كل واحد طلع في كادر
يبقى فنان. اسف لان ما ينفعش ان انا واحد يسيء مسيئة بتعم ان انا اخليه يسيء للرموز اللي عندي دول. للمجال وللقطاع. طبعا طبعا انا النهارده خلي بالي من ده. انا نجومي بقى امتى؟ نجومنا بقى في كل المجالات، مش في الفن، مش بس في الصحافه، كل الناس اللي معروفه والناس بتحبها بتقرا لها بتشوفها بتسمعها بتتفرج عليها. كل دول فين دوركم دلوقتي؟ انا لازم يطلع النهارده عندي كاس امم افريقيه اطلع اتكلم مع الناس، عايزين نبقى كذا، احنا عايزين شوارعنا دي تبقى فل، زي الحمله اللي كانت ضد المخدرات اللي فيها شخصيات عامه من مصر ونجوم. حضرتك بتطالب بفكر من هذا النوع ضد التعصب. ايوه انا بس هو الجزء ده، وفي جزء تاني بقى اللي هو انا وانت وهو وهي، احنا علينا دور. انت مش ساكن في بيت في ناس فوقيك وجنبيك وتحتيك، وفي بقى في الشارع ده في مكواجي ولا في بقال ولا في حاجه، وفي ناس كتير بتحتك بيها طول النهار، لازم يبقى لنا دور. مش عشان الرياضه والكاس الام، عشان كل حاجه لازم يبقى لنا دور، نخرج عن الصمت، نتكلم مع الناس. كل واحد مننا لازم يبقى له دور. اكتر قوه مؤثره في التاثير الشباب دلوقتي، وانا بقول للشباب الله، وانتوا يعني انت هتقعد مثلا مديني ضهرك كده ومش عايز؟ طب انت اللي هتعيش في البلد دي اكتر. انا خارج من الدنيا، انت اللي عايش 30 40 50 60 سنه جايين البلد دي. ما ينفعش كل حاجه نحولها لمعركه بالشكل. ما ينفعش. وبعدين لازم المنافسه الرياضيه فين دور الشباب النهارده؟ وبعدين ايه هنطلع لو قلبنا عملنا اجتماعات لجان وعملنا اجتماعات وقال لك عملنا مش عارف ايه وعملنا مبادره كذا وطلعت حدوتك؟ لا، بس يعني الموضوع بس نبحثه بالراحه كده. انا الشباب في كل حته. انا النهارده الشباب وانت قاعد يعني، يبقى خلاص تعالوا اتفقوا يا شباب وانت قاعد، ما انت يعني انت عندك جزء كبير بتقعد على الكافيه، ماشي يا عم ده انت حر، انما تعالى نتفق ان احنا نعمل ايه. احنا لو عايزين شوارعنا تبقى نظيفه هتبقى نظيفه، ما نرميش. انت محتاج لو انت عايز بقى، ما انت هتشيل وحد بيشيل الزباله وحد بيرمي، والمصيبه اللي بينظف لي اللي بينظف ورايا مسمينه زبال، واللي بيرمي هو مع ان اللي بيرمي هو اللي زبال المفروض، خدت بالك؟ صحيح، كلام منطقي يعني. فهو انا النهارده محتاجين الحمله دي، محتاجين ده، احنا محتاجين حمله عشان كاس الامم. كاس الامم مش حكايه بطوله، دي حكايه مصر. طب الشباب، حضرتك شفت مثلا في اللقاء اللي تم وتكريم رموز المنصوره ورموز الاهليه، كابتن محمود الخطيب وهذا الجيل وهذا النموذج الناجح من نجوم مصر في الرياضه في كره القدم، حجم حفاوه الشباب في جامعه المنصوره بيه، هل حضرتك دعيت في اكتر من لقاء سابق بمبادره للعمل التطوعي وللتنموي، العمل التنموي في مصر بمشاركه كل الانديه تنطلق من النادي الاهلي؟ هل ممكن كمان نبدا حمله؟ يا عم انت متخيل لو انا النخبه بتاع كره القدم في مصر، تخيل لو هم راحوا بقى في الجامعات المصريه. صحيح. وانا عندي احنا بنتكلم على مليون ولا حد من دول الشباب المصري، ما انا محتاج الشباب المصري، انا محتاج كل جامعه النهارده بتقول لي انا عندي النهارده جامعه القاهره انا هقدم 20,000 واحد هيخشوا متعاونين او مساعدين او بتاع في البطوله ديت. انا تخيل لو النهارده دعا له بس يروح ده، تخيل لو كل النجوم بتاعتنا القدامى اللي هم الناس بتحبهم، خطيب وحسن شحاته وكل النجوم، كل النجوم الموجودين دلوقتي وكل الشخصيات اللي موجوده اللي الناس عارفاها، تخيل لو كل دول حطينا ايدين بعض، ده احنا نكسر الدنيا يا اخي. وزي ما حضرتك قلت بنهزر وبننتقد بعض وكل واحد بيحب فريقه واحيانا بيسخر، بس سخريه مقبوله من نتيجه الفريق المنافس لو خسر او ما كانش في كل حته في العالم الناس بتغيظ من غير عنف. يعني ان احنا دي كره قدم ده نستمتع بيها، ده عادي. ما نوصلش لدرجه الحده والعنف. لا هو طبعا عشان في الشغل اللي كان معمول اصلا لتكسير مصر، انك ازاي تقلب الحوار لخناقه، ازاي انك انت ما تتحاولش تشتم، ده موضوع ده علم، ده علم مخابرات. اعتقد النادي الاهلي ضرب نموذج ناجح لده في الفتره الاخيره مع محاوله جره لاي اشتباكات او معارك وهميه، هو خرج من المشهد ده خالص، التزم بحقه وقال اي معاملات او اي امر بعترض عليه وفقا للنصوص ولوائح بشكل القانوني، مش ان احنا ندخل في سجال او انت في تخيل تجاوز. انا النهارده غلطت فيك لا سمح الله، وانت كنت حليم، في 3 دقايق المشكله هتنتهي، غير اما الشتيمه ورد عليها التجاوز ورد على التجاوز، خلاص دايره بقى لا تنتهي. تخيل بقى لو الوضع حاجه بقى فيها الامور وكلام، يعني المساله محتاجين نحط دايما قدامنا بلدنا اهم من يعني اهم من حاجه فوق كل طيب. حاجه المشاهدين كلهم اللي بيتابعوا حضرتك دلوقتي عايزين يعرفوا توقعاتك للفتره اللي جايه وشكل المنافسه على الدوري. الاهلي بيقرب اكتر مع فقد المنافسين في قمه الدوري لاي نقاط؟ حضرتك شايف خريطة جدول الدوري ازاي في الفترة اللي جاية وفرص الأهلي بعد ما اقترب أكتر ورصيد النقاط اللي الفرق بينه وبين المنافسين تقلص؟ شوف هي دلوقتي ما فيش حاجة تقدر تقول إن أنا أعرف أي ماشي هينتهي ازاي في الكورة عموما، ده من أول ريال مدريد وبرشلونة وكده لغاية أي نادي في أي حتة.
الاهلي عايز يكسب البطوله، عايز يبقى بطل الدوري يكسب ماتشاته كل ماتش منه ماتش كاس بطوله. يعني لو اتعاملت مع كل ماتش على انه بطوله، ما هو كاس انت رايح وجاي، انما في الاخر ماتشين انما ما يبقاش في دروبات ان شاء الله الفتره الجايه، لا تعادل ولا هزيمه. هو ده الموضوع يعني، هو ده. وفي الاول وفي الاخر عايز اقول على حاجه، انا في الاول عشان الضغوط اللي بتحصل والكلام ده كله، في الاخر انا يعني انا النهارده انا بعمل نفسي نتعلم ان انا ابذل كل الجهد، وده الكلام اللي قلته في اول الحلقه. يعني انا اللي عجبني في لعيبه الاهلي النهارده ايه، انه الامور مشت على الاقل ما كانوش بيفكروا كده، فوق شالوا وفرقه البرو بيلعبوا كويس جدا والكلام ده كله، انما فاضل 7-8 دقائق لم يفقد الامل. هو ده اللي عايز اقوله، انك انت اعمل اللي عليك، ابذل مجهود واعمل اللي عليا الاخر، اللي عليك والباقي ده بقى ده ده توفيق. وحضرتك قلت كمان سمه فينا كمصريين، ان احنا من طباعنا كشعب ان احنا بنقدم افضل ما لدينا تحت ضغط، قدراتنا افضل ما فيها حاجه غريبه جدا. لا 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 ومش لا حكايه كمان انك انت تحب تسيب اخر لاخر لحظه. طب يا عم الحاج انت ده انت الناس بتبقى قاعد لو لعبت بالمؤشر او المعدل ده من بدايه المباراه تكسب 4-5، مع احترامي طبعا لشغل فريق الجونه والجهاز وكابتن حماده وكابتن حسام. ما هو في جزء في الموضوع ده اللي هو قدرات الكامنه. ربنا سبحانه وتعالى من حكمه ربنا ان خلق الانسان، العضلات بتاعه الانسان ديت بتعمل ب 60%، ال 40% عشان الشيخوخه، لانك انت لو اشتغلت 100% هتعجز وانت عندك 20 سنه. في لحظات معينه وتحت مؤثرات معينه بتتم استثاره القدرات الكامنه، فبتشتغل ب 150% من قدراتك. دايما هتلاقي، وده بتلاقيه دايما حتى بتلاحظه في الدوري الاسباني والفرقه الصغيره لما بتلعب مع ريال مدريد تحديدا وبرشلونه، بيلعبوا ماتش ده من مستوى تاني. طب ما انتوا لما انتوا كده امال متنايلين هو يقدر يعمل دي مره؟ طبعا دي موجوده دايما في الفرق ضد الاهلي والزمالك والفرق الكبيره واللي لها شعبيه والكلام ده كله. فاستثاره القدرات الكامنه، فلازم يبقى انا كلاعب في نادي كبير ابقى فاهم حكايه القدرات الكامنه. ابقى فاهم انا ان الفريق اللي بيلعب هو بيلعب الماتش ده وبيعيني بعديها ده ماتش ببطوله خاصه بالنسبه له وبعد كده هو خلاص بيبقى بذل جهد جامد جدا والكلام ده كله. فانا لازم مخلي بالي حكايه القدرات الكامنه. ظهرت القدرات الكامنه امتى؟ في 7-8 دقائق الاخرين في الماتش ده بتاع وده اللي اتعود عليه جمهور الاهلي اكتر، انه في الاهلي في الوقت الاخير او لاخر نفس او اخر دقيقه في المباراه بيبقى هو اللي ضاغط اكتر، وهو اللي بيقرب وهو اللي بيهدف، مش العكس، مش انه يتقدم ويبدا يحصل له تراجع. يعني هو نقدر نقول انه تحت الضغط الشديد ما بيفقدش سيطرته، ما بيفقدش تركيزه او سيطرته او مهاراته، لا بالعكس بتبقى استثاره ليه اكتر واحساسه بمسؤوليه. ودي اصلا فروق فرديه، ما في لعيبه بعيد عنك يعني يبقى الماتش ده ولا هو هنا يعني هو يعني بيبقى ده بتبقى فروق فرديه بين اللاعبين. بتبقى النجاح بقى الجهاز الفني وده كله كيف تستثير انك انت الناس اللي عندك قدرات كامله. وعشان كده انا دايما بقول ان فريق الكره الانديه لازم تستعين بطبيب نفسي. جمهور الاهلي بيبقى سعيد في الحالتين، سواء ان الاهلي بيحسم مباراه من بدايتها بهدف واثنين وثلاثه وبيحسم اللقاء ويكمل على نفس درجه التركيز، او انه يرجع بقوه زي مباراه النهارده امام الجونه والفوز في الدقائق الاخيره. لكن اللي بيزعل الجمهور دايما لما يحس ان في تراخي في وقت من المباراه، او ان حصل تراجع لمؤشر الاداء، ان الاهلي بقى كسبان 1-0 الفريق الثاني قرب او هيتعادل او 2 وخلاص في هدف يعني دي اللي بتوتر الجمهور ويزعله دي من الفريق. عاده مصريه بقى يعني ربنا ما يقطعها، دي عاده مصريه. احنا اطمنت للنتيجه كيف هو كده بيكتفي، بيبقى نوع من الاكتفاء نوم. بس انا في تقديري كل العادات دي وكل الملاحظات اللي انت قلتها يا محمد، لو انا اهتميت من السن الصغير، لان انا بعلمه دي، ما دي ثقافه، ده جزء منها تعليم كلام ثقافه. وانا بشوف لما لو انا في طبيب نفسي موجود هيقدر يعرف ده ايه كذا كذا، فاقدر اتعامل معاه ازاي، استثيره ازاي، اقدر اطلع اللي جواه كله ازاي، ده علم. انا كنت ناوي ونسيت في ظل الحوار مع حضرتك الاسبوع اللي فات اني اسالك عن توقعاتك في الدوري الاوروبي، حتى لو اتفقنا ان مفيش توقعات في كره القدم والمباريات قريبه الى اخر هذا الكلام. الناس عايز تسمع راي استاذ ابراهيم، مسابقه او منافسه قويه جدا، المباراه القادمه بعد التعادل السلبي في انجلترا، الملعب القادم ملعب بايرن ميونخ في المانيا، والمباراه بعد التعادل 0-0 في المباراه الاولى بين ليفربول وفريق نجمنا الكبير محمد صلاح وبين بايرن ميونخ بتاريخه الكبير. شايف يعني هو مباراه جماهيريه جدا في مصر، بايرن ميونخ احنا شايفينه بعافيه شويه في الدوري،
وهو مش بايرن ميونخ بتاع السنه اللي فاتت ولا اللي قبليها. انا شخصيا لغايه قبل ماتش النهارده بتاع مانشستر يونايتد وليفربول انا ما شفتوش طبعا، كنت يعني ما شفتوش كله، انما تابعت شويه في ماتش الاهلي وتابعت شويه في الماتش بتاع ليفربول. لا ليفربول يعني لغز محير، وانا شايفه الماتش صعب عليه صعب. انما في كره القدم انت يعني ما هم يعني بره ما يعرفش حكايه الصعوبه والكلام ده، كل الامور وارد. اتلتيكو مدريد في الماتش بتاعه بتاع اليوفنتوس، اليوفنتوس عامل ماتش كبير جدا ونسبه الاستحواذ بتاعته لحد قرب نهايه المباراه يوفنتوس عامل اللي هو عايزه على ملعب اتلتيكو 10 دقايق خدوا اثنين. وتعالى بقى شوف بقى اتلتيكو مدريد بقى في الدفاع بتاعه من وشوف هيعمل ايه في هيعمل ايه في ايطاليا. لا المساله غريبه جدا ومحيره جدا يعني. انت لما تشوف السنه اللي فاتت اللي قبليها وكلام، ريال مدريد لم يكن الاحسن ولا الافضل وخد البطوله وخد البطوله. صعب قوي مع الناس ديت، وخاصه احنا دخلنا بقى في الحاجات الصغيره يعني. هنكمل كلامنا شويه عن بايرن ميونخ وليفربول. في ناس كانت بتقول مؤشر طبعا مع تمنيات جمهورنا عشان نجمنا محمد صلاح ان هو يفوز، لكن المباراه خارج التوقعات، في حسابات صعبه جدا. ما فيش حاجه. حضرتك شايف مين اقرب في المباراه الثانيه؟ ليفربول فريق شباب مقارنه بانه في تجديد طبعا في بايرن ميونخ، بس نجومه الكبار يعني كتبوا مقاله بتقول عن كانوا بيسموا دايما وجود ريبيري وروبن ذا روبري دايز في بايرن ميونخ. كتبوا مقال الاسبوع اللي فات بيقولوا ذا روبري دايز ار اوفر، الاثنين 35 سنه، الاثنين عندهم عروض بيسيبوا الفريق، يعني اثنين من اكبر نجوم الفريق بيمشوا، والناس متوقعه ان هياخد وقت يعني عمليه الاحلال والتجديد بنجوم على نفس المستوى ده. مين الفريق الشاب اكتر، ليفربول ولا الفريق صاحب الخبره؟ هو اللي يطمنك ايه، هو بايرن ميونخ في الماتش بتاعه في انجلترا هو كان حريص انه يعني يستحوذ على الكره لاطول فتره ممكنه ليخرج بهذه النتيجه. يعني كان حريص على الاستحواذ على الكره، يعني هو كان حريص على ده. انما لم تكن هناك، لم يشكل خطوره حقيقيه. خلي بالك النتيجه 0-0 دي لعنه، يعني ما تفتكرش انها في صالح فريق. لا 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 يعني هو هناك خلاص لو راح حط الجون، ما هو ده جون بمصيبه. يعني لو طلعت 1-1 ما هو الكسبان. يعني 1-0 لي، 1-1 لي، خد بالك، و0-0 ما اعرفش بقى هيعملوا ايه. ان صعب جدا توقع المباراه زي المباراه اللي جايه. صعب. بس هم لو اتحرك، لو الثلاثي صلاح وماني وفيرمينو يعني، لو هو الناس كانت مياله جدا لان مؤشر اداء ليفربول افضل الاسابيع اللي قبل المباراه باستثناء اخر اسبوعين يعني، واستهام ومباراه ثانيه كمان، لكن الناس اتفاجئت ان بايرن ميونخ زي ما حضرتك قلت هو بعافيه في الدوري الالماني وحالته مش كويسه، واداؤه الفريق لسه فيه نجوم كتير ما ظهرش اللي على مستواهم رغم التجديدات، لكن فاجئ الناس بانه واقف على رجليه في الملعب. الفريق عمل ماتش غريب جدا، عمل ماتش خد اللي هو عايزه من المباراه. فكره انك تستحوذ على اكبر دي على فكره بتهمد اصلا. يوفنتوس يرجع ولا صعب مع بعد تفوز؟ انا مش عارف، ما هم برضه انت اتلتيكو مدريد يعني، وحتى اليوفنتوس على ملعبه اصل جونين انت شفت عامله ازاي؟ الراجل ده اليوفنتوس نسبه استحواذ اكتر. صحيح في شوطين. انما بس سابوا يا اتلتيكو يعمل براس رهيب جدا عليهم في الهجوم في اخر الماتش. لا 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 بشكل مبالغ فيه يعني. انا برضه انا مش عارف يعني، لان الناس كانت بتقول يوفنتوس كان دايما بيوصل سيمي فاينال او فاينال بعد التعاقد مع نجم من طراز كريستيانو وقدراته، المفروض كان الاقرب للتشامبيونز ليج الموسم ده. وكمان اصل يعني ديبالا برضه مستوى متغير، ما غريب جدا هو مازالي لاعب مازالي. انما انا ما اعرفش، ممكن ليفانس يجي يديهم ثلاثه، ممكن ليفربول يروح هناك يكسب 2-0 مثلا. خدت بالك مين اقرب فريق للقب من وجهه نظر حضرتك هذا الموسم؟ برشلونه طبعا. ده بيعمل اي حاجه. الريال ميسي امبارح عامل حاجات غريبه جدا، حاجات غريبه جدا على رايي. حتى المعلق كان علي محمد علي اعتقد، لا ده يعني اللعيبه في العالم في حته وهو في حته ثانيه. يعني الجون الاولاني واخد فيرست تايم من جوه البتاع ده، الجون الثاني ثلاث اجوان هو هاتريك، دي 50 مره يجيب هاتريك يعني ده. انما لا لعيب جامد جدا، وبعدين ما فيش كوره بتطلع من رجله اللي عامله، وهو عمل جايب ثلاث اجوان وعامل الرابع. يعني شايف ان هو حضرتك شايف ان ميسي يخلي كفه برشلونه ارجح في الشامبيونز؟ لا الفرقه كلها فرقه يعني ريال مدريد وفوزه ثلاث مرات متتاليه واربع مرات في السنوات اللي فاتت. ريال مدريد كمان شايف انه بعد كريستيانو في فارق؟ لا هو في حاجه غريبه، انا مش فاهم يعني. هو دفاعه كمان مش كويس يعني، رغم ان مثلا بحب مارسيلو لانه بعتبره من احسن اللعيبه اللي تلعب في دي، انما دفاعه لا.
احنا بنصل للدقائق الاخيره من عمر هذا الحوار. استاذ ابراهيم، ايه الرساله اللي حابب توجهها لكل الاطراف تعليقا على الازمه اللي اثيرت في الفتره اللي فاتت، بس عشان ما تتكررش تاني وعشان الامور تمشي بشكل اهدى، سواء على مستوى علاقه الانديه باتحاد الكوره، علاقه الانديه ببعضها، بكل ما يتعلق او يدور الحديث عنه عن الاستثمار الرياضي في مصر، كل شيء ازاي الامور تمشي افضل؟ هو كان البعض حاول ان يخلط الاوراق، يقول ان الاهلي صنع ازمه. الاهلي ما صنعش ازمه، يعني الاهلي ما صنعش، الأزمة صنعت بعيدا عن الأهلي. عايز أقول إن أي حد يفكر مرة واثنين وثلاثة، حتى لو ليه على نفسه، أي نادي ليه على نفسه، الأهلي أو غيره ليه على نفسه، إنما مش الوقت ده اللي نصنع في حاجات. إحنا محتاجيننا كلنا، يعني محتاجيننا كلنا لبعضنا دلوقتي في الفترة اللي دي، عشان كأس الأمم وعشان حاجات كتيرة جدا، وعشان خاطر تبقى الكورة هي اللي بتلمنا، مش هي اللي بتزعلنا ولا بتبعدنا. يعني محتاجين الكل يدرك إنه الفترة الجاية نشتغل كلنا عشان البطولة دي تنجح. يا ريت على طول بقى، يعني نتنافس في الدوري بس بروح جميلة في الرياضة. يعني تاني يا أخي، ما إحنا نشوف أيام طلبة صقر رحمة الله على الجميع، وجورج سعد ده كبير مشجعي الأهلي، وده كبير، تعال شوفهم كان إزاي قعدتهم وكلامهم، تعال شوف إزاي كان نجوم الأهلي سهرتهم على طول مع حفظ الأرقام، مع حنفي بسطان وكل الكبار بتوع دول، كانوا يروحوا يسهروا هناك وده يسهروا هنا. فاكر حضرتك اللقطة اللي أشرنا لها، الصورة اللي كنا اتكلمنا عنها من أسبوعين، وقلنا صورة الكابتن الخطيب في مباراة تكريم واحد من النجوم، تيشيرت الزمالك ومعاه كابتن حسن شحاتة، كابتن فاروق جعفر، تيشيرت الأهلي. أنا فرحت جدا لقيت ناس كتير عندها وعي إن ما ينفعش ننقاد ورا التعصب أو التجاوزات أو المهاترات، وحطوا الصور دي على الفيسبوك الفترة اللي فاتت، وقالوا هو ده النموذج اللي احنا عايزينه، فكرة إن النجوم تبقى مدركة قيمة بعض وعلاقة الأندية ببعضها، وإن المنافسة ما تتعارضش مع الاحترام. على فكرة وده الطبيعي وده المنطقي، احنا بقى في ظروف استثنائية، لأن في ناس بتسخن وفي ناس من أدرك من اللي بيبتدي الحاجات المجهولة اللي بتلاقيها على التواصل الاجتماعي، حد طلع شتيمة، مين اللي بيعمل ده؟ مين عارف ده منين؟ ما أنت عندك 100 حتة بتحاول تولع. احنا دايما قبل ما تنفعل فكر، بس لحظة، بس فكر لحظة، ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بس لحظة قبل ما تنفعل وتشير وتعمل راجع نفسك. يعني حتى تخسر حاجة، يعني مش حتى احنا كنا حضرتك بتتكلم عن ان احنا كلنا نشتغل عشان عندنا بطولة مهمة في بلدنا، وكلنا نتعاون على انها تنجح، واننا علاقتنا ببعض تبقى يعني عايزين الوضع اللي هو اتخلق اللي فرض علينا فرضا اللي هو اتقلنا من 2006 الفوضى الخلاقة، عايزين بقى خلاص كفاية كفاية بقى، خلاص كفاية كفاية بقى، يعني كفايه بقى ونرجع تاني نقدر نعمل ده. وانا رايي نعمل، بس تبقى في مبادرات، المبادرات يقدر كل من هو تعرفه الناس وبتحبه الناس والكلام ده يقدروا يعملوا ده. افتكر حضرتك هنلجا الى ان الجمهور يعود تدريجيا باعداد اكبر شويه في مباريات الدوري في الفتره اللي جايه، ولا هنرجع بشكل مفاجئ ومباشر باعداد كبيره وبتملا الاستادات في كاس الامم؟ ايه المنطقي اكتر يعني؟ هو يعني انا ما اعرفش وجهه نظر ايه، بس خلي بالك دلوقتي انت احنا ايه ظهر لنا من 3 4 ايام، من اسبوعين كده، الحوادث اللي هي اللي بيسموها بتوع الذئاب الكامنه، او الناس التفجيرات اللي حصلت، الاعمال، الاحداث الارهابيه الاخيره. وبعدين المساله، انا 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 صراحه الامن صعبان عليا. يعني انت زمان النهارده انت لو شفت الشاب ده اللي هو اللي انتحر، ابو مخ ممسوح، مش هتشتبه بيه، ده راكب عجله ب 20,000 جنيه وحاطط لك شنطه بتاع اللي ورا دي بقد كده وكمامه، يعني انت لو درجته العلميه وعنده امكانيات معيشيه، لو انت جبت سكوتلاند يارد وجبت كل مخبرين العالم وبوليس في العالم هيشوفه هيعظم له ويمشي، فيطلع شايل على ظهره متفجرات. يعني انت المساله صعبه. احنا علينا الدور، احنا كلنا، احنا كشعب علينا الدور بقى. انت عارف لو احنا بنقوم بدورنا، ولما الاقي حاجه مش مظبوطه ابلغ، ولما اشوف حاجه مش بتاع ده، مش فكره انا ماليه لازم نوقفها. احنا تعرضنا لحاجات كتيره جدا غيرتنا، خلتنا مش احنا، فكره ان انا مال. انت يا اخي من مصر كان من 20 ولا من سنه ولا بتاع، لو في حد عاكس حد ولا ست عملت حاجه تلاقي 100 واحد بيتعمل. دلوقتي براري الماشي شنبه قد كده في وشه ويعرش على منور ويعمل مش واخد باله. الله، فين النخوه وفين الرجوله وفين الشهامه؟ احنا محتاجين بقى كل ده دلوقتي نبقى ايجابيين لصالحنا كلنا، ليا وليك. الله، هو اي احنا عشنا التجربه المره وشفناها، عايزين نرسي التجربه، نرجع مصر زي ما كانت عشان ولادنا واحفادنا واللي جايين كلهم. عشنا لما كنت بتطلع من بيتك مش عارف هترجع تاني ولا لا، ومش عارف هترجع تلاقي البيت ولا لا، وتلاقي مراتك ولا لا، ولا عشنا ده. عايزين نمسك بايدينا بقى ونرجع تاني الحاجات دي كلها.
يا رب ان شاء الله تكون الامور افضل في الفتره الجايه ونستطيع اننا نفرق بين فكره التنافس الرياضي وتشجيع الانديه والانتماءات للانديه وحبنا لانديتنا. كلنا بنحب النادي الاهلي وكلنا بننتمي للنادي الاهلي ونتمنى له دايما النجاح ونسانده جمهوره. دايما بنقول انه اللاعب رقم واحد وانه اقوى سند لهذا الفريق وانه الداعم الاول له دائما ابدا. لكن ان شاء الله نفرق في الوسط الرياضي. كل الجماهير المصريه والقيادات تقدر تتعاون بشكل افضل والاتحادات الرياضيه المعنيه بتنظيم الامور الكل علاقاته تبقى افضل ونصل الى لغه حوار ولغه تفاهم افضل وارقى ان شاء الله في الفتره الجايه. وممكن نشجع ونستمتع وننتمي لانديتنا من غير تعصب. وكفايه بقى الازمات المفتعله اللي احنا زي ما قال الاستاذ ابراهيم طول الفتره اللي فاتت بنعاني منها. يعني لو انا من احمد استاذنا المخرج استاذ البرجاوي احمد البرجاوي كان سمعنا دلوقتي بعد ما قلت الكلمتين دي فاكر الاغنيه بتاع الصباح هنسيبه بقى يختار الفاصل اللي هو شايفه مناسب كان سمعنا دي او سمعنا اي حاجه طلعنا البرجاوي طبعا هو هيختار هو فريق العمل الافضل ليفصلنا بعد نهايه هذا الحوار. طبعا قبل استقباله فقرتنا الثانيه فقرتنا مستمره ابقوا معنا بعد قليل هنستقبل وهتلتقوا مع زميلي العزيز خالد العوضي وتغطيته المتميزه ومتابعته عبر شاشه قناه الاهلي لكافه المسابقات وابطالنا وبطلاتنا في النادي الاهلي والمنافسات في الرياضات الاخرى بعيدا عن عالم كره القدم. بعد قليل الزميل خالد العوضي واكرر الشكر في نهايه هذا اللقاء للناقد الرياضي والاعلامي الكبير الاستاذ ابراهيم حجازي. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضراتكم على المتابعه والى اللقاء. We'll be right back.